الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا ناخد الاندوكراين سيستم تبعت الثيرويد جلاند طبعا الثيرويد جلاند إلها رايت إلها ليفت لوب وإلها رايت لوب وبناتهم الإثمس الإثمس لوب الإثمس لوب الثيرويد جلاند عندها يا أخواننا الثيرويد فوليكل الثيرويد فوليكل في انا عندي الثيرويد فوليكل سيل وفي انا عندي الكولويد وفي انا عندي ايش الكولويد الان وفي انا عندي يا اخواننا بتكون هانا برضه بيكون هانا موجود ال آه البارا فوليكيولار سيل اللي راح تفرز الكالسيتونين الان هذه يا اخواننا الفوليكل هلقيت الفوليكل هذه مبطنه لايننج بواسطه سيمبل كيوبويدال ابيثيليال هيها هذه كلها اصلا مبينه كيوبويدال سيمبل كيوبويدال ابيثيليال وهذا يا اخواننا الكولويد الكولويد بيكون عنده الجلايكو بروتين الجلايكو الث.. ال ال ال, ال.. 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 الكولويد الكولويد بيكون عنده الثايروزين الثايروزين فالثايروزين بصير له ايودينيشن بتحول الى مونو أمو مونو ايودو تايروزين كمان مره ايودينيشن كمان مره ايودينيشن فبيصير انا عندي ثلاثه يود اللي هو التي 3 التي 3 اللي هي التراي ايودو ثايرونين لتراي ايودو ثايرونين كمان مره ايودينيشن بتصير تي أربعة. التي أربعة التترا أيودو ثايرونين أو هو الثايروكزين التي تلاتة والتي أربعة اللي هي منسميها ثايرو إجلوبيولين بتضلها مخزنة في الكولويد لما تضلها مخزنة في الكولويد تمام عند الحاجة اه الكولويد بتروح بتوديها على البلاد هيو هدول يا اخوانا كلهم عبارة عن بلاط فيزل وزي ما انت عارفين الثيرويد جلاند مليانة بلاد فيزل فبيروحوا على البلاد تمام الثيرويد جلاند فيسيولوجي الهوميوسيسيز ان ذا هايبوثالاموس بتويتري ثيرويد اكسس اند ذا ميكانيزم اوف ذا اكشن اوف ذا ثيرويد هرمون سكريشن اوف ذا ثيرويد هرمون التي T3 وال 4 Is controlled by a trophic factor secret, secreted by both hypothalamus and anterior pituitary gland. The decreased level of T3 T4 stimulates the release of thyrotropin-releasing hormone. forming the hypothalamus from the hypothalamus and thyroid stimulated hormone from the anterior pituitary causing T3 and T4 to rise. الآن يا إخوانا زي ما أنتم عارفين hypothalamus لما يكون الثيروغلوبيولين قليل في الدم خاصة الـ T3 خاصة الـ T3 خاصة الـ T3 لما يكون الـ T3 والt T4 لكن خاصه تي T3 لما تكون الـ T3 والـ T4 قليله في الدم الـ hypothalamus بتفرز ثايروتروبين ريليزنغ هورمون بيروح على الـ antiorbitatory gland على التايوتروف سيل وبخليها تفرز ثايروتروبين stimulation هورمون او thyroid stimulation هورمون والـ thyroid من stimulation هورمون بيروح على البلاد ومن البلاد بيروح على على الثيرو على الثيرويد جلاند على الثيرويد فوليكل على الثيرويد سيل على الثيرويد سيل وبيعمل لها اكتيفيشن انه تعمل سكريشن للتي 3 والتي 4 وتزود تصنيع التي 3 والتي 4 عشان كده لما يكون التي 3 قليل في البلاد بيعمل استيموليشن ل لا التي ار اتش والتي اس اتش لكن لما يكون التي 3 عالي في البلد التي 3 والتي 4 لما يكونوا عالي في البلد بروح بيعمل نيجاتيف فيدباك للتي اس اتش نيجاتيف فيدباك للتي اس اتش نيجاتيف فيدباك للتي اس اتش والتي ار اتش طبعا يا اخواننا الريسبتور تبع ال TSH عبارة عن جي بروتين كابلد ريسبتور وهو يا اخواننا عبارة عن جي اس ايش يعني جي اس؟ جي اس يعني بيزود السايكليك اي ام بي بيزود السايكليك اي ام بي وانتم عارفين زيادة السايكليك اي ام بي في نهاية المطاف رح, رح يعمل بروتين كاينيز وفي نهاية المطاف البروتين كاينيز في نهاية المطاف بزود صناعة ال T3 وال T4 ال T3 وال T4 معظم إفرازات الثيرويد جلاند عبارة عن T4 T4 ال T4 في البريفيرال تيشوز بتحول إلى T3 عن طريق انزيم اسمه دي ايودينيز انزيم عن طريق الدي ايودينيشن انه انت عندك اربعة ايوداين خد واحدة اعمل دي ايودينيشن فبيصير تي ثلاثة طب ليش التي اربعة بده يتحول تي ثلاثة في البريفرال تيشوز لانه التي ثلاثة الو عشر اضعاف في الافينيتي انه يرتبط في الريسبتور تبع الريسبتور اللي موجود في البريفيرال تبع الثايرو جلو، الثايرو جلوبيورين ما هو يا اخواننا لما يجي التي اس اتش على الكوبويدال سيل ويعمل لها اكتيفيشن لتصنيع التي 3 وتي 4 او على الفوليكيولار عشان تعمل تصنيع للتي 3 وتي 4 الثيرويد جلاند في الغالب بتصنع تي 4 t 4 يفرز في البلط من البلاد بده يروح على البريفرال تيشوز او على التارجت تيشوز بديش اقول على البريفرال على التارجت تيشوز في التارجت تيشوز في انا عندي ريسبتور للثايروجلوبيولين ريسبتور هذا الريسبتور له مور افينيتي 10 مرات للتي 3 فلازم التي 4 يتحول الى تي 3 بعمليه دي ايودينيشن غير كده التي 3 الاكتيفيتي تبعته جريتر 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 ذان ال تي 4 وانتو عارفين انه الثيرويد هورمون برتبط في ريسبتور موجود في النيوكليار بنسميه نيوكليار ثيرويد هورمون ريسبتور يا اخواننا زي ما انتم عارفين الثيرويد هورمون عباره عن بيبتايد بيبتايد من الثيروزين بيبتايد لكن شغله زي الاستيرويد هورمون انتوا عارفين يا اخوانا الاستيرويد هورمون بتروح تدخل في السيل ميمبرين تبع الخلايا بعد كده بتروح تدخل على النواه في النواه فيها ريسبتور هلقيت الريسبتور اللي بيكون موجود في النواه اما راح ازود الترانسكريبشن فاكتور او راح اعمل انهيبيشن للترانسكريبشن فاكتور عشان كده التي 3 لما لما ترتبط في الريسبتور تبعها الريسبتور بيكون جوا الخليه بل انه جوا النواه فالريسبتور هذا راح يزود الجين اكسبريشن لبعض الشغلات وراح يقلل الجين اكسبريشن طبعا طبعا الريسبتور هذا إلو دخل في الانكريز كاربوهيدرات وليبيد كاتابوليزم اي راح يزود الانزيمات اللي هي عباره عن بروتينات اللي بتعمل جين يعني راح يعمل انكريز للترانسكريبشن فاكتور اللي بتتحكم في الجين اكسبريشن اللي بتزود الجين الجين اكسبريشن لانزيمات اللي بتعمل ليبيد كاتابوليزم وكربوهيدرات كاتابوليزم وبدها تزود من الانزيمات اللي راح تعمل بروتين سينثيسز وبالتالي انكريز البيزال ميتابوليك ريت ايش يعني يا اخواننا البيزن ميتابوليك ريت هو معدل حرق الجلوكوز مع معدل حرق الليبيد مع معدل انتاج الطاقة وهذه الطاقة راحت في بناء البروتينات هل ان شاء الله عز وجل حنشوف كيف يعني الديسيز تبعت الثيرويد في انا عندي الهايبر ثيروديزم وهو زيادة الثيرويد هورمون الهايبر ثيروديزم في الثيرويد هورمون في حاجة يا اخوانا بنسميها الماس ليجن اوف ثيرويد اللي بنسميه هو يا اخوانا الجويتر الجويتر هو تضخم الثيرويد يعني تلاقي انا في انا عندي ماس في الثيرويد بنسميه ايش جويتر هذا الجويتر ممكن يكون مع يعني هذا الجويتر لا يعبر لا يعبر اطلاقا عن الهايبوثيروتيزم ولا عن الهايبر الهايبرثيروتيزم إنما الجويتور تضخم في الثيرويد جلاند إياك تقول الجويتور يصاحبه هايبو أو جويتور يصاحبه هايبر لا يا أخوانا تمام في أنا عندي يا أخوانا الهايبر ثيروتيزم وفي أنا عندي الثيرو توكسيكوسيز الهايبر ثيروتيزم زيادة التي 3 والتي 4 طيب الثايروتوكسيتوسز زيادة الـ T3 والـ T4 طب إيش الفرق؟ الـ Hyperthyroidism هو زيادة الـ T3 والـ T4 نتيجة زيادة إنتاج الـ T3 والـ T4 من الـ Thyroid gland أما الثايروتوكسيتوسز هو زيادة الـ T3 والـ T4 من أي مكان ممكن من دواء ممكن يا إخواننا دواء عبارة عن تي 3 أو T4 ممكن يا إخواننا تيومر يروح يطلع لي تي 3 أو T4 زيادة الـ T3 والـ T4 من أي مكان ممكن الثيرويد نفسها تزود الـ T3 أو T4 زيادة الـ T3 أو الـ 4 من أي مكان من سمي ثيروتوكسيتوسز لكن لو كانت زيادة الـ T3 أو الـ 4 لأنه الثيرويد نفسها الثيرويد نفسها زودت صناعة التي T3 والتي T4 حينئذ هو من سميه الثيروتوكسيتوسيز من نوع هايبر ثيروديزم تمام uh, Because it's caused the most common by hyperfunction للثيرويد جلاند فالثيروتوكسيتوسيز ممكن نعبر عنه بالهايبر ثيروتيزم يا اخوانا معظم أسباب ارتفاع التي 3 والتي 4 يعني معظم أسباب الثيروتوكسيتوسيز هو خلايا الثيرويد جلاند صارت هايبر فانكشن أي صارت تعمل تي 3 وتي 4 أكتر صارت تصنع تي 3 وتي 4 أكتر يعني معظم أسباب الثيروتوكسيتوسيز هو الهايبر ثيروديزم وبالتالي هم صاروا يسموا الثيروتوكسيتوسيس والهايبر ثيروتيزم نفس الاشي نفس التسمية نفس التسمية ليش؟ لأنه معظم أسباب الثيروتوكسيتوسيس هايبر ثيروتيزم The three most common cause للهايبر ثيروتيزم في أنا عندي الجريفز ديسيز هايبر فانكشن مالتي نودولار جويتر هايبر فانكشن أدينوما of the thyroid. هدول الـ كومون وفي أنا عندي يا إخوانا a rare case excessive release of the thyroid hormone by تمام هكده حنشوفها إن شاء الله عز وجل أم... نيجي على الهايبر hyperthyroidism الآن يا إخوانا في أنا عندي مرض اسمه the ديزيز disease إيش يعني the ديزيز disease انه بيكون الثيرويد جلاند كلها كلها عندها ديفيوز هايبر ابليجيا في الثيرويد جلاند نتيجه اوتو اوميون ثيرويد ديسيز هل يا اخواننا في الجريفز ديسيز الجسم بصنع انتي بودي الجسم ايش بصنع انتي بودي هذا الانتي بودي بيشبه التي اس اتش فبيروح بيرتبط على الريسبتور تبع التي اس اتش فبيروح هذا الانتي بيرتبط على الريسبتور تبع التي اس اتش وبيعمل اكتيفيشن للريسبتور وكمان لما بيرتبط بالريسبتور بيرتبط بالريفيرسابل يعني بضل مرتبط وبضل عامل اكتيفيشن تمام آه ف... فبيعمل اكتيفيشن للريسبتور فلما يصير اكتيفيشن للريسبتور بيزود الثيرويد سيل تصنع التي 3 والتي 4 وكمان يا إخوانا اصلا التي اس اتش لما كان يرتبط في التي اس اتش لما كان يرتبط في الريسبتور بيعمل اكتيفيشن للريسبتور اللي موجود في الثيرويد جلاند فبيزود الاكتيفيتي تبعت الخلايا وبيزود نمو الخلايا تمام فلما يجي يرتبط لي انتي بودي في هذا الريسبتور ويعمل له اكتيفيشن واحنا قلنا الريسبتور عباره عن جي اس يعني ستيميوليشن يعني بيعمل لي سايكليك اي ام بي فالسايكليك اي ام بي بيزود لي بروليفيريشن تبعت الخلايا ولما وعشان الانتي بودي بيرتبط في الريسبتور تبع التي اس اتش طب ما هو معروف الريسبتور تبع التي اس اتش موجود في كل الثيرويد دي جلاند فبتلاقي كل الثيرويد فوليكي الكبريت من ورا الاكتيفيشن تبع الانتيبادي فاذا الجريفز ديزيز هو عباره عن اوتو اميون ديزيز الجسم بصنع انتي بيروح على الريسبتور تبع التي اس اتش وبيعمل اكتيفيشن لهذا الريسبتور فبيعمل اكتيفيشن للخلايا فبيخلي الخلايا تصنع تي 3 وتي 3 و4 وبعد فترة هذه الخلايا بتكبر بصير إلى هايبر فالهايبربليجيا بيكون على كل الثيرويد جلاند فسميناها ديفيوز هايبر وهي 80% من حالات الهايبر ثيروديزم. طب في بعض الحالات ممكن يكون عند الشخص إيش ماله عند الشخص مالتي نودولار جويتر يعني عند الشخص هانا تضخم متر يعني لو هذه هي الثيرويد جلاند لو هاد هي الثيرويد جلاند بتلاقي مثلا عند الشخص هانا تضخم وهنا تضخم هانا تضخم هانا تضخم هنا تضخم فبتلاقي مالتي نودولار جويتر هل هدول الجويتر ممكن تكون نوعين نوع بنسميه نون توكسيك او بنسميه كولد او بنسميه نون فانكشن يعني هدول الجويتر او هدول النوديول او هذا التضخم لكن لا يفرز تي3 وتي4 يعني مش توكسيك اخواننا لما احنا بنقول توكسيك يعني بف يعني هذه الجويتر بتفرز تي3 وتي4 لكن لما انت تقول لي نون توكسيك يعني لا تفرز تي3 وتي4 يعني بنسميها كولد يعني بنسميها نون فانكشنال يعني ما بتفرز تي3 وتي4 لكن يا اخواننا ممكن تكون توكسيك ايش يعني توكسيك توكسيك يعني هادي ال هدول يا اخواننا المالتي جويتر يعني ايش يا اخواننا مالتي نوديولار؟ يعني يعني موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا لكن مش ديفيوز يا اخوانا في فرق بين تقول لي مالتي نوديولار جويتر وفي فرق بين ديفيوز ديفيوز يعني كل الثيرويد جلاند متضخمه هايبر بليجيا لكن مالتي نوديولار يعني ايش هانا مثلا وهنا 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 بس متضخمات والباقي مش متضخمات الباقي نورمال هل قلت هدول الجويتر كانت توكسيك ايش يعني توكسيك يعني هوت طب ايش يعني هوت يعني بتفرز تي 3 وتي 4 كتير يعني هايبر فانكشن لكن ممكن يكون أدينوما أو جويتر في مكان معين أو أدينوما في مكان معين إنه ما ترى موجود هنا بس هنا بس تمام فهذه الأدينوما كانت توكسيك إيش يعني توكسيك يعني هوت إيش يعني هوت يعني هايبر فانكشن يعني بتصنع تي ثلاثة تي أربعة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إذا أشهر ثلاث أسباب لزيادة تصنيع ال T3 و T4 لجريفز ديسيز الهايبر فانكشن مالتي نودولار جويتر الهايبر فانكشن ادينوما ادينوما يعني موجودة في مكان واحد هدول الثلاث أسباب عبارة عن برايمري يعني الخلل في الثيرويد نفسها الخلل في الثيرويد نفسها وهن الأشهر هن المور كومون يا أخواننا أشهر أسباب لزيادة ال T3 والتي 4 هو خلل في الثيرويد لكن في انا عندي رير انه بيكون انا عندي زياده في التي 3 والتي 4 نتيجه خلل في البتويتري او خلل في الهايبوثالاموس خلل في البتويتري انه البتويتري جلاند بتصنع تي اس اتش كتير والله انا عندي بيتويتري ادينوما فراح صنع تي اس اتش كتير فالتي اس اتش عمل اكتيفيشن للثيرويد جلاند وهذا رير والفيري فيري فيري رير انه يكون انا عندي خلل في الهايبوثالاموس تروح تصنع تي ار اتش يروح على البيتويتري يصنع تي اس اتش يروح على الثايرويد جلاند يزود من صناعه التي 3 وتي t 4 ويصير هايبر ثايروديزم لكنه فيري 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 رير الان وفي انا عندي حاله ثانيه اللي هي excessive release of the thyroid hormone by a transient ثايرودايتس اخوانا ثايرودايتس انفلاميشن في الثيرويد فوليكل هلقيت كيف بتصير القضيه تخيل يا اخوانا انت عندك تخيل تخيل انت عندك غرفه فئران غرفه ايش فئران هلقيت لو انت تفتح الباب دغري بتلاقي كل الفئران اه انتشروا في الممر انتشروا في الممر طب بعد ساعتين ثلاثة أو بعد يوم يومين بتلاقي فيش فئران ليش؟ لأنه الغرفة بطل فيها فئران ففيش فئران في الممر طلعوا برا مثلا وهيك دي الثيرويد جلاند احنا قلنا الكولويد بيكون مخزن للثيروغلوبيولين اللي هو التي 3 والتي 4 ثيروغلوبيولين بيكون مخزن فلما انت تعمل لي انفلاميشن في الثايرويد فولوكيل وتعمل لي رابتشر للثايرويد فوليكل بتلاقي كل التي 3 والتي 4 طلع في البلد فبنسميها ترانزيانت هايبرثيروتزم ولها وإلها اسم تاني حناخدها ان شاء الله لكن ترانزيانت يعني بعد فتره اه الثيرويد فوليكل خلص مش يعني بعد فتره انت عملت دمج للثيرويد فوليكل فالثيرويد فوليكل مش راح تقدر تصنع تي 3 تي اربعة فبعد فتره حيصير انا عندي هايبوثيروديزم تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد فالثيروتوكسيك كوزز المانيفيستيشن اوف ذا ثيروتوكسيك اللي هو هاي هايبر ميتابوليك ستيت يعني زيادة إنتاج الاتي بي زيادة حرق الجلوكوز والليبيد وزيادة إنتاج الاتي بي يعني الجسم مليان طاقة مليان فلما إحنا يا إخوانا منقول الجسم مليان طاقة هذا إيش يعني كل الأورجان شغال بشكل كبير بتروح على الجي اي هايبر موتاليتي ده شغال تعمل هضم للطعام وهايبر موتاليتي يعني يعني بتلاقي الجي اي بتتحرك لانها مليانه طاقه فبتتحرك بشكل كبير اه فالجي اي فبيصير انا عندي دياريا لانك قاعد بتكسر يعني ما هو يا اخواننا طب على القلب هايبر اكتيفيتي للقلب بتلاقيه بالبيتيشن وتاكي كارديا والكونتراكشن بيزيد والكارديك اوتبوت بيزيد طب على البرين بتلاقي هايبر اكتيفيتي في البرين فبتلاقي ب... بتلاقي الانسان بضله صاحي تمام اكيد حنشوف ان شاء الله هل بصير انا عندي زياده التي 3 والتي أربعة بيعمل لي اكتيفيشن للسيمباتاتك نيرفوس سيستم خاصه في مكانين في القلب والبرين او في السنترال نيرفاس سيستم بيعمل اكتيفيشن للسيمباتاتك بيعمل اكتيفيشن للسيمباتاتك تمام الجيتي الهايبر ثايروديزم بيخلي السكين يا اخواننا سوفت warm with flushed skin هل يا اخواننا احنا قلنا زياده انتاج الاتي ATP بي الانسان عنده حراره رهيبه هذه الحراره بتروح بتزود السويتنج بتزود ايش السويتنج طيب هجيت هذا السويتنج طب ما انتم عارفين يا اخواننا لما الانسان يكون عنده حراره عاليه فانه البلد فلو للسكين بيزيد البلد فلو للسكين بيزيد فبصير انا فلاشد للسكين ما هو ما هو يا اخواننا لما الواحد يكون عنده حراره عاليه فانه البلد فلو على السكين بيزيد عشان يزود السويتنج وعشان يزود خروج الحراره من السكين تمام ومن والسكين و... 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 بيكون وارم نتيجه البلد فلو وبكون سوفت برضه نتيجة السويتنج فبصير أنا عندي اكسسيف سويتنج وهيت انتوليرانس حتى يا اخواننا بتلاقي هدول الأشخاص أثناء الشتاء بتلاقيهم مش متحملين الشوب تخيل يعني بتلاقيهم شوب... شوبانين حتى في الشتاء تخيل ففي الصيف بيموتوا يا اخواننا يا حرام في الصيف بتلاقيهم ايش؟ تمام لأنه الخلايا قاعده بتكسر كاربوهيدرات كتير 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 وكل ال... و... وكل الاكل اللي بياكله بتكسر على السريع لانه الجسم هايبر ميتابوليك ريت كله قاعد بتكسر فبتلاقي الانسان انكريز الابيتايت وويت لوس انكريز و وويت يعني بياكل كتير لكن بتلاقيه ضعيف ليش؟ لانه الانكريز الابيتايت لانه زياده التكسير. الجي اي هايبر موتاليتي وفات مال ابزوربشن وستيتوريا. واحد قال لي طب ما هو ليش؟ بقول لك يا اخواننا المحترمين أم... لما انت تزود لي الطاقه اوريدي راح يروح على الجي اي وتخليها فري اكتف فبتلاقي الجي اي هايبر موتاليتي فبتلاقي الجي اي من شده ما هي البريستالسيز موفمنت سريعه ما بتلحقش تهضم الفات بشكل كويس ما بتلحقش تعمل دايجيشن للفات بشكل كويس فانت لما ما تعملش دايجيشن للفات مش راح يصير ابزوربشن للفات فراح يصير فات مال ابزوربشن فتلاقي كل الفات يخرج في الستول ستيتوريا في ال في الكاردياك بتزود كارديا والبالبيتيشن وهذا بيكون خطير في الإردار اللي ممكن تعمل لكون جيستد هارت فيلر في النيورو ماسكولار انت عندك طاقة كتير وانت قاعد بتعمل لي اكتيفيشن للسيمباتاتيك وانتو عارفين انا قلت لكم الاكتيفيشن للسيمباتاتيك في مكانين لكن ما تقوليش الاكتيفيشن للسيمباتاتيك في الجي اي لا ليش لانه في الجي اي في انا عندي هايبر موتاليتي وانتو عارفين السيمباتيك في الجي اي بيعمل كونستيبيشن تمام لكن لكن هانا انا عندي هايبر موتاليتي هو يا اخوانا السيمباتيك بيعمل لي لكن السيمباتيك بيعمل لي في الجي اي لكن السيمباتيك لما يصير إله اكتيفيشن بالتي 3 والتي أربعة يصير له اكتيفيشن بشكل كبير جدا 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 فلس فلما السمباتيك يصير له اكتيفيشن بشكل كبير في الجي اي ما بيعمل كونستيبيشن انما دياريا يعني ستيتوريا وهايبر موتاليتي وكذا اذا السمباتيك بيعمل لي كونستيبيشن في الحالات الطبيعيه بيعمل لي كونستيبيشن ما عدا في الحالات المش طبيعيه زي الهايبر ثايروديزم تمام؟ طيب السيمباتيك لما بيشتغل على النيورو ماسكولار طبعا في انا عندي البيتا 2 فبيروح السيمباتيك بيعمل اكتيفيشن للبيتا 2 بشكل كبير لانه انا عندي هايبر ثايروديزم عمل اكتيفيشن للسيمباتيك بشكل كبير فراح عمل لي اكتيفيشن للبيتا 2 بشكل كبير فراح خلى عند الانسان تريمور ونير ونيرفاسنس نيرفوسنس بتلاقيه عصبي اريتابيليتي اريتابيليتي تمام وبتلاقي 50% develop proximal muscle weakness اللي هذا بنسميه ثيرويد مايوباثي طبعا يا إخوانا بس معلومة على الهامش المايوباثي للثيرويد ديسوردور بتصير مع الهايبر ثيروديزم وبتصير مع الهايبو ثيروديزم ما هو يا اخواننا ال 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 3 وال 4 مهمين جدا 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 في بناء البروتينات في بناء البروتينات لكن مهمين بالوضع النورمال فلما يقل التي 3 والتي 4 بناء البروتينات راح يكون في له خلل فحيصير انا عندي مايوباثي ولما يزيد التي 3 والتي اربعة اكثر من النورمال برضه راح يصير انا عندي خلل وراح يصير انا عندي مايو باثي ويكنس تمام في حاجه بنسميها اوكيولار مانيفستيشن في العين هلقيت في العين بنلاقي يا اخوانا الليج لاج الليد لاج ديوتو سمباتيك over stimulation of superior tarsal muscle which raise the upper eyelid إخوانا بتطلع بتلاقي الشخص اللي, اللي عنده ocular اللي عنده T3 و T4 عالي بتلاقي عنده starring starring يعني مبحلق يحدق عينيه ستار ستارينج وغاز غاز برضو تحديق طبعا في فرق بيناتهم ما علينا كتير المهم ستارنج اند غاز بتلاقيه ايش شايفين بضلوا محدق عينيه بضله مبحلق طيب بضلوا ايش مبحلق طيب لكن وكمان يا اخوانا في حاجه بنسميها ليد لاج ايش يعني ليد لاج اذا شايفين يعني تطلع عينيه العينين مبحلقين طب ايش يعني ليد لاج؟ الاصل الاصل أه، أه، لو هذه العين مثلا اه و... وهذه هي العين من جوا هلقيتي الاصل يا اخواننا الجفن يكون مغطي لهانا مثلا لهان شايفين قديش يكون مغطي كل هذا الاصل الجفن لكن ايش يعني ليد لاج؟ بيكون الجفن يا اخواننا طالع لفوق ايش يعني طالع لفوق؟ يعني بيكون مغطي بس جزء بسيط من العين، بس جزء بسيط. شايفين؟ فهذا اللي بنسميه ليد هذا اللي بنسميه ايش؟ ليد شايفين يا اخواننا؟ الجفن مغطي جزء بسيط يعني، جزء بسيط بس. لكن لو انت تيجي تطلع على عينك في المراية في الوضع الطبيعي بتلاقي عينك مغطية. صح ولا لا؟ من الجفن. طيب. وكمان يا اخوانا لما انت بدك تقول له نزل عينك لتحت بتلاقيه الجفن بضل فوق بنزلش معاه لو انت بدك تقول له نزل عينك لتحت شايفين يا اخوانا لما اجى ينزل عينه الاصل الجفن كمان ينزل بس الجفن بنزلش وفي حالة وحيدة بصير عند عند الانسان بروبتوسيز بروبتوسيز يعني العين طال على لبرا جحوض العينين جحوض العينين البروبتوسيز الحاله الوحيده اللي بيصير في المريض عنده بروبتوسيس هو الجريفز ديسيز طب ليش لانه الانتي اللي راح هاجم الثايرويد جلاند هو نفسه الانتي بيروح بيهاجم العين من جوا بيروح بيهاجم العين من جوه, بيروح بهاجم العين من جوه تمام فبيصير جوا العين مليانه انتي بودي وبتعمل لي انفلاميشن وايديما وبرضه بيعمل لي بيزود اللي حناخدها هلقيت شغلات بيزود يعني السبكت بيزود الماتريكس بيزود الماتريكس جوا في العين فبيطلع العين لبرا بطلع يعني الجريفز ديسيز هو الحاله الوحيده اللي بيصير فيه له لكن باقي حالات الهايبر ما بيصير بروبتوسز يعني ما بيصير انه جحوض العينين في انا عندي ثيرويد ستورم عاصفة قوية من التي ثلاثة والتي اربعة بتروح على البلود عاصفة كبيرة abruptly onset of the severe hyperthyroidism خاصة مع الجريفز في انا عندي يا اخواننا اباثيك خاصة بيكون في الإردلي يا اخواننا الاباثيك بتكون في الغالب مع الهايبو ثيروديزم لكن في كبار السن بيكون عنده اباثيك وبيكون عنده هايبر ثيروديزم لانه انتم عارفين في كبار السن لما يكون عنده هايبر ثيروديزم ايش الميتابوليك ريت اللي راح يزيد عظمه نهيان وعضلاته نهيانات ومش عارف ايش انه ايش الميتابوليك ريت راح يزيد فلما الكبار السن كبار السن لما يكون عندهم هايبر ثيروديزم ببينش عليهم لكن بيكون عنده حشتين حشتين اللي هو الشغلة الاولى قاعد بيفقد في وزنه والشغل الثانية عنده كارديك ابنورماليتي عنده بالبيتيشن فبتلاقي الـ 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 الإردلي عنده هايبر ثايروديزم لكنه أباثيك أباثيك إنه التيبيكال فيتشر تبعت الهايبر ثايروديزم بلانتد مش موجودة ويكتشف بشكل انسيدنتلي والله بفحص لأي فحص بلاد تيست فبتلاقي فجأة عنده التي 3 وتي 4 مرتفعين، لكن الفيتشر تبعت ارتفاع التي 3 وتي 4 مش موجودة. فبتلاقي عنده وزنه يعني قاعد بخسر في الوزن لكن مش معروف ليش. وعنده كارديك ابنورماليتي لكن مش معروف السبب، فالدكتور بضله يدور. يا عم ليش عنده كارديك ابنورماليتي؟ ليش قاعد بخسر من وزنه؟ بضله يدور بدور؟ بعمل له بلاد تيست، فجأة بلاقي عنده التي T3 و 4 مرتفع هذا اللي بنسميه أباتيك هايبر ثيروديزم لأنه الأباثي دائما بتكون مع الهايبو مع الهايبو إلا في حالة واحدة اللي تو شفناها أباثيك هايبر ثيروديزم في حالة إنه يكون كبير في السن ونكون عنده هايبر ثيروديزم لكن الكلينيكال فيتشر مش موجودة مش موجودة، يعني السويتنج وال... والفلاشينج والتعرق والحرارة و... 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 والاكل كثيرة والاكل كثيرة والدياريا والكذا مش موجودات عنده، لأنه كبير في السن يا اخواننا، يعني خلص يعني. يا اخوانا ايش يعني ثيرويد ستورم؟ ثيرويد ستورم عاصفة قوية من التي ثلاثة وتي أربعة بشكل مفاجئ دخلوا على البلاد وفي الغالب بتكون مع الجريفز ديسيز رابط ابربتلي اونست اوف سيفير هايبرثيروديزم هجيت وين الخطوره الخطوره انه الجريفز ديسيز الجريفز ديسيز بتزود من كفاءه الكاتيكولامين الجريفز ديسيز بتزود من كفاءة الكاتيكولامين اي مش الجريفز التي 3 والتي 4 التي 3 والتي 4 بتزود من كفاءة الكاتيكولامين اللي هو الإبنفرين والنور إبنفرين تمام هل كيف بتصير القصة القصة يا أخواننا إنه في أنا عندي أدرينيرجيك ريسبتور موجود في الثيرويد جلاند فلما فلما الكاتيكول امين يزيد بيروح على الثيرويد جلاند وبيحفزها من انتاج التي 3 والتي 4 اذا لما الكاتيكول امين تزيد بيروح على الثيرويد جلاند بيحفزها لانتاج التي 3 والتي 4 لما يتم انتاج التي 3 والتي 4 التي 3 والتي 4 بتزود من كفاءه الكاتيكول امين يعني لما الكاتيكول امين بده يرتبط في الريسبتور تبعه الاكتيفيتي بتكون كبيره الاكتيفيتي بتكون ايش كبيره يعني تقريبا الاثنين بظبطوا بعض تمام في اخواننا الخطوره وين الخطوره انه انت بيكون عندك كاتيكول امين مرتفع راح زود التي 3 والتي 4 والتي 3 والتي 4 زودت من كفاءه الكاتيكول امين وين في القلب فلما بده يجي يرتبط الكاتيكول امين على البيتا ريسبتور اللي موجود بالقلب بتكون فيري اكتيف فبيعمل لي كارديك اريثميا وبالبيتيشن وتاكي كارديا عنيفه فعشان كده الثيرويد ستورم ميديكال امرجنسي ليش؟ لانه بيكون انا عندي كارديك اريثميا والاشخاص اللي ما بتعالجو عدد كبير منهم بموتوا من وراء الكارديك اريثميا طيب اخواننا برضو الثيرويد ستورم بيزيد انتاج التي او بزيد الريليز تبع التي 3 والتي 4 من اي استرس اي استرس كفيل يزود التي 3 والتي 4 فكيف لما يكون عنده جريفز ديزيز السيرجري ما هو يا اخواننا السيرجري استرس الانفكشن بزود التي 3 والتي 4 لو انت توقفت الادويه الانتي ثايرويد ميديكيشن اذا اي ستريس لشخص عنده جريفز ديسيز الاشي خطير. أي ستريس لشخص عنده جريفز ديسيز الاشي خطير. أو إنت توقف أدوية الأنتي ثيرويد لشخص عنده جريفز ديسيز اشي خطير. يا إخوانا أو الجراحة سواء الجراحة في الثيرويد نفسها أو الجراحة برا الثيرويد. برضه هو يا اخوان اصلا ستريس نفس الجراحه نفسها كل هذا يا اخواننا بيعمل لي ثايرويد آآ... ستورم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد هل جيت يا اخوانا الدياجنوسيس تبع توكسيتوسيس ارتفاع التي 3 والتي 4 يعني الهايبر ثايروديزم الدياجنوسيس اول شيء عن طريق الكلينيكال فيتشر اللي تو اخذناها الشغل الثاني عن طريق اللابوراتوري نيجي على اللابوراتوري the most sensitive test عشان تفحص الهايبر اللي هو اس ال TSH ليش؟ لأنه حتى لو زادت كمية بسيطة جدا من التي T3 أربعة T4 رح يعمل نيجاتيف فيدباك لل TSH ويعمل لها انهيبيشن حتى لو لسه السمتم ما ظهرتش على المريض حتى لو كان المريض لسه صب كلينيكال يعني اول ما يرتفع التي 3 والتي 4 اول ما ترتفع التايروتوكسيتوسيس دغري بصير انا عندي ديكريز في التي اس اتش حتى في الاير ستيج يعني في المراحل البدري البدري بدري دغري التي اس اتش بتلاقيه قليل الا لو كان سبب التايرو توكسيتوسيز هو البتويتري جلاند وهو نادر وهو ايش يا اخواننا نادر بتلاقي انا عندي بتويتري ادينوما بتروح تفرز تي 3 تي اس اتش تي اس اتش انه البتويتري ادينوما هي اللي بتروح تفرز التي اس اتش وهو فيري رير طبعا من اللابوراتوري داتا ممكن تروح تفحص التي 3 والتي 4 بتلاقيهم ايش اليفيتد بعد ما انت لقيت التي اس اتش قليل والتي 4 والتي 3 اليفيتد اذا هذا المريض ثايرو توكسيتوسيس هايبر ثايروديزم بدك تعرف بعد ما انت عرفت هايبر ثايروديزم بدك يا اخوانا تعمل حاجه بنسميها راديو اكتيف ايوداين ابتيك عشان تعرف الثايرويد جلاند ايش سبب الثايرو توكسيتوسيس هل هي جريفز هل هي مالتي ولا هل هي ادينوما الان الراديو اكتيف ايوداين ابتيك اللي هو يا اخوانا اليود المشع اليود المشع اليود المشع, المشع والله لو الخلايا كانت اكتيف بتلاقي الخلايا بتاخد اليود بشكل كبير يا اخوانا خلايا النورمال تبعت الثيرويد بتكون اكتيف خلايا النورمال تبعت الثيرويد بتكون اكتف فاكيد راح تاخذ صبغه اليود المشع اكيد لكن ما بتكون غامقه كثير لانها بتكون نورمال لكن خلايا الابنورمال بتاخذ صبغه اليود بشكل كبير فوالله لو انا لقيت كل خلايا الثيرويد جلاند اخذت صبغه اليود بشكل غامق اذا هذا جريفز انه كل الثيرويد جلاند اخذت اخذت صبغه اليود، ديفيوز ابتيك للايوداين. طيب لو لقيت مكان معين فقط مكان معين فقط سوليتاري ابتيك لل... للثيرويد بتكون توكسيك ادينوما يعني ادينوما في مكان معين، توكسيك يعني هايبر فانكشن. طيب لو لقيت التي ثلاثة والتي أربعة مرتفع لكن الثيرويد جلاند ما خدتش صبغه اليود يعني الثيرويد سيل مش اكتف مش اكتف طب كيف ارتفع الثي 3 والتي 4 من ورا الثيرودايتست احنا قلنا الثيرودايتست هو انفلاميشن في الثيرويد فوليكل بيعمل لي رابتشر للثيرويد فوليكل رابتشر ودمج للثيرويد فوليكل فكل مخزون التي 3 والتي 4 بيرتفع على البلد فهو هو عبارة عن ثيروتوكسيتوسيس بيرتفع في البلد لكن بشكل ترانزيان ارتفاع التي 3 والتي 4 ليس من نتيجة زيادة تصنيع التي 3 والتي 4 مش عشان زيادة التصنيع مش عشان الخلايا اكتف مش عشان زيادة التصنيع انما عشان انه الخلايا اتدمرت فمخزون الخلايا انتقل في البلاد فبتلاقي الخلايا ما بتاخدش ال... ما بتاخدش الايوداين ما بتعمل ابتيك للايوداين شايفين يا اخوانا هذه هي النورمال ثيرويد وهذه الجريفز شايفين كيف صبغه الايوداين طيب لو انت لقيت يا اخوانا مش عارف اذا في لا ما فيش صوره لو انت لقيت الايوداين هنا غامق وهنا غامق وهنا غامق وهنا غامق بتلاقيها مالتي نوديولا توكسيك جويتر تمام لو لقيت اللون افتح من كده افتح من كده يعني انا عندي ثايرو اه ثايرو دايتست طبعا لو لقيت اللون افتح من كده لكن المريض التي 3 والتي 4 مرتفع بسميها ثايرو دايتست ترانزيانت ثايرو اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نيجي على الهايبو ثيروديزم هو ديفيشينسي في الثيرويد هرمون برودكشن ممكن الاسباب انترنسيك ابنورماليتي في الثيرويد جلاند فهذا بنسميه برايمري ثيروديزم او مثلا ديفكت في البيتويتري جلاند خلل في البيتويتري جلاند بطلت تصنع تي اس اتش فهذا بنسميه سكندري هايبو بتويتريزم. لما يكون انا عندي خلل في الثيرويد جلاند كاي خلل خلل في الثيرويد جلاند طب نتيجه بنسميه برايمري هايبو خلل في الثيرويد جلاند ادى الى نقصان انتاج الثيرويد هورمون هذا الخلل من ايش اجاني ممكن كونجينيتال ممكن اوتو أميون، وممكن اياتروجينيك يعني والله انت شلت الثايرويد شلت الثايرويد مثلا راديشن للثايرويد دمرت الثايرويد هل حنشوف هل حنشوف نيجي على الكون الجينيتيك ال ال فاريانت يا اخواننا ممكن بعض الاشخاص اه يكون عنده خلل في تكوين الثايرويد اثناء الامبريوجينيسيس طبعا انتم عارفين يا اخواننا الثيرويد بتيجي من الفيرست اند سكند فارينجيال باوتش نير اوف ذا بيز اوف ذا تانك نير اوف ذا بيز اوف ذا تانك وهي بتكون من الاندوديرم لما يكون في اثناء الامبريوجينيسيس خلل في تكون الثيرويد بيكون عندي بيرتاب ثايرويد ديفلوبمنت بير يعني تشوش اضطراب خلل في الثيرويد ديفلوبمنت بنسميها ثيرويد ديس جينيسز او خلل في احد الانزيمات اللي مسؤوله عن صناعه الثيرويد هورمون يعني الجينيتك فاريانت ممكن يكون خلل في تكوين والديفلوب تبعت الثيرويد نفسها أو خلل في أحد الإنزيمات المسؤولة عن صناعة الثيرويد هورمون فمنسميها ديس هورمونوجينيسيز إذا في أنا عندي ثيرويد ديس جينيسيز وفي أنا عندي ديس هورمونوجينيسيز طبعا التنتين بيعملوا لي كونجينيتال هايبو ثيروديزم. التنتين طيب الآن زمان كان يصير عند الشخص هايبوثايروديزم نتيجة نقصان الايوداين هذا زمان ف... فالعلماء ما كانوش عارفين انه الايوداين مهم جدا لصناعة التي اس اتش التي 3 والتي 4 ما كانوش عارفين فكان لما يكون الشخص وهو صغير يكون عنده خلل وهايبوثيروديزم كانوا يعتبروه كونجينيتل كانوا يعتبروه كونجينيتال يعني كانوا يقولوا كانوا يقولوا العلماء خلل في الثيرويد او في احد انزيمات الثيرويد ادى الى الهايبوثيروديزم هذا زمان لكن لما الان اكتشفوا لما الان اكتشفوا الايوداين له وظيفه اساسيه لصناعه التي 3 وتي 4 فاذا بطلوا يسموها كونجينيتل صاروا يسموها endemic deficiency في الايوداين. اذا لما تلاقي دوله او مدينه او منطقه معظمها او كثير منها او جزء كبير منها في عندهم hypothyroidism هدول في الغالب بيكون عندهم دفشيانسي في الايوداين يعني يا اخواننا صعب تلاقي منطقه اه جزء كبير يعني عندها انديميك هايبوثايروديزم تكون كونجينيتال لا هي ما بتكون كونجينيتال الانديميك هايبوثايروديزم ما بتكون كونجينيتال انما بتكون ديفيشينسي في الايوداين عشان كدا صاروا يحطوا الايوداين في الاكل فالانديميك ديفيشينسي اوف ايوداين قلت قلت طبعا ذا موست كومون كوز على مستوى العالم الهايبوثايروديزم هو الديفيشينسي اوف ذا دا ايوداين اذا تقريبا 2 بليون 2 بليون شخص صار عنده هايبوثيروديزم على مستوى العالم من ورا الديفيشينسي اوف ذا دا ايوداين تمام طبعا ما هو ليش ما هم ما زمان ما كانوش يعرفوا انه الايوداين مهم للتي 3 والتي 4 يعني اخواننا بدي يقول لك نسبة الجينيتك ديفكت قليلة بالمقارنة مع الايوداين ديفيشينسي المناطق اللي بيكون فيها ايوداين صفشان يعني ايوداين كافي وهذه المناطق عندها هايبو ثيروديزم في الغالب في الغالب حتكون هذه المناطق من وراء الاوتو اوميون ثيرويد ديسيز the common cause of هايبو في المناطق اللي فيها dietary iodine sufficient the majority of the cases في الاوتو اوميون اللي بتعمل لي hypothyroidism الهاشيموتو thyroiditis يا اخوانا احنا في الجريفز عبارة عن اوتو اوميون لكن بيعمل لي هايبر اما الهاشيموتو اوتو اوميون لكن هايبو هل كده حنشوف ايش الفرق ان شاء الله برضو يا إخوانا ممكن يكون انا عندي اياتروجينيك هايبو ثيروديزم الاياتروجينيك والله انت دخلت بسيرجيكال او يا إخوانا راديشن الراديشن بيعمل لي ابليجن للثيرويد او بعض الادويه زي مين زي الليثيوم والايودايد الايودايد انا قاعد بتكلم ايودايد وليس ايوداين هناك فرق كبير تمام الان الكلينيكال مانيفستيشن تبعت الهايبو ثايروديزم كونجنيتال ايوداين ديفيشينسي اللي بنسميه الكري الكريتينيزم الكريتينيزم هو الهايبو ثايروديزم في الانفانسي والايرلي تشايلد هود يعني قبل البيوبرتي ما هو يا اخوانا في انا عندي حاجه بنسميها الكريتينيزم وحاجه بنسميها ميكسي ميكسيديما الكريتينيزم هايبوثيروديزم قبل البيوبرتي. الميكسيديما هايبوثيروديزم افتر بيوبيريتي تمام الان ما هو يا اخوانا انتم عارفين الثيرويد هورمون مهم جدا مهم جدا للطفل او للفيتاس للفيتاس مهم جدا لنمو لنمو البرين لنمو السنترال نيرفا سيستم لنمو السكيليتال Muscle مهم جدا 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 لنمو البرين كمان تمام فلما يكون عند الشخص هايبو في في الانفانسي اشي خطير جدا او في الايرلي تشايلد هود اللي هو الكريتينيزم هل احنا قلنا لما يكون انا عندي هايبو ثيروديزم <applause> hypothyroidism في الـ في الانديميك اريا بيكون في الغالب السبب ايوداين ديفيشينسي ما هو يا اخواننا زمان زمان بعض المناطق كان في عندهم ايوداين ديفيشينسي فكانت الام يكون عندها ايوداين ديفيشينسي وانتم عارفين اول اشهر اول اشهر الجنين بيعتمد على التي 3 والتي 4 من الام فلما الام يكون عندها اوداين ديفيشينسي حيصير عندها هايبوثيروديزم ف فالطفل بيكون عنده كريتينيزم هلقيت حنشوف ايش يعني الكريتينيزم لكن هذا الانديميك الانديميك هايبوثيروديزم قلت لانه صرت احط الايوداين في الصولت تمام طيب وممكن انا يكون انا عندي اسبوراديك كريتينيزم ديفيشينسي في احد الانزيمات اللي كانت تصنع الثيرويد هرمون وها يا اخواننا له اسم تاني كونجينيتال ايوداين ديفيشينسي كونجينيتال ايوداين ديفيشينسي هل جيت ليش قالوا عنه كونجينيتال ايوداين ديفيشينسي لانه بيكون الس... يعني مع انه مع انه الكريتينيزم ممكن يكون سببه سبوراديك كريتينيزم يعني خلل او ديفكت في انزيم لكن ليش قالوا هنا ايوداين او لانه الكريتينيزم الكريتينيزم في الغالب بتكون والجنين في بطن امه طب ما هو الجنين في بطن امه حتى لو الثيرويد جلاند كانت فيها خلل فإنه الجنين وهو في بطن امه بيعتمد على التي 3 والتي 4 من الام عن طريق انه بيدخل للبلاسينتا تمام طبعا بعد كده الثيرويد بتتكون بعد كده بصير الجنين هو اللي يصنع التي 3 والتي 4 لكن لو الجنين ما قدرش يصنع التي 3 والتي 4 بيضلوا ياخذهم من من الام من من الام لكن لو الام عندها يعني هايبوثايرويديزم واشهر شيء للهايبوثيروديزم هو الايوداين هو الايوداين ديفيشينسي فانه راح ياثر على على الجنين تمام عشان كده يا اخواننا الطفل لما ينولد بعد اربع لخمس ايام بفحصوا من رجله بفحصوا نسبه التي 3 والتي 4 دغري لانه لو لاقوا التي 3 والتي 4 قليل بلحقوا الطفل وبيعطوا له ايش وبيعطوا له سبلمنتري تي ثلاثة أو تي 4. يعني بيعطوا الهرمونات عشان يا اخوانا ما يصيرش عند الطفل خلل. تمام؟ طيب. الان في زي ما احنا قلنا في اول اشهر الحمل لو كانت الام عندها يعني هايبوثايروديزم شيء خطير على الطفل. لكن في اخر اشهر الحمل الطفل بيصير عنده الثيرويد جلاند. فلو صار انا عندي ديفيشينسي في الثيرويد جلاند في الام تمام في الام مش راح ياثر على الطفل راح يكون عنده نورمال إبرين ديفلوب لانه الطفل عنده الثيرويد جلاند اللي راح تصنع له التي 3 والتي 4 تمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لما الكلينيكال مانيفيستيشن للكونجنيتال ايوداين ديفيشينسي اللي هو الكريتينيزم يا اخوانا احنا قلنا زمان زمان كان يكون عند المناطق ايوداين ديفيشينسي ويصير عندهم هايبوثيروديزم والعلماء يفكروها كونجنيتال كونجنيتال لكن هي السبب ايوداين ديفيشينسي فزمان كانوا يسموه كونجنيتال تمام المهم الطفل اللي بيكون عنده اكريتينيزم ايش بيكون عنده امبيرمنت في السكيليتال سيستم ديفلوب والسنترال نيرف سيستم ديفلوب وبيكون عنده مينتال ريتارديشن سيفير لانه التي 3 وتي 4 مهم جدا جدا ل... لبناء للب... ل... ل... لبناء البرين للديفلوب مهم جدا جدا للديفلوب يا اخواننا خاصه في الامبريوجينيسز لو انت ب... بيكون عنده المريض شورت ستاتر ستيتر يعني قصر القامة بيكون وجه المريض غليظ خشن شايفين كيف بيكون عنده إبروتروج للطنق بيكون عنده أمبلايكال هيرنيا لكن المكزيديما هي عبارة عن هايبوثيروديزم في الأولدر تشيلدرين أند الأضلت حقيقي والله لما كانت الهايبر ثيروديزم كان المريض اريتابل اريتابيليتي صاحي اريتابيليتي صاحي ما بتحملش الحرارة سويتنج بضعف وبياكل كتير وعنده دياريا تمام لكن هل الهايبو ثيروديزم حيصير عند المريض ديبريشن اباثي ايش يعني اباثي اللامبالاه بتقول له منتال سلاجش سلاجشنس بتقول له كيف حالك بقول لك إيه؟, ايه 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 ايش اسمك ايه ايه عنده مينتال سلاجشنس تمام وعنده زي الدبريشن وعنده زي الاباثي مش مطقع للدنيا كلها مطقع لانه يا اخواننا التي 3 والتي 4 مهمه جدا في الاستيميوليشن للسنترال نيرفوس سيستم فانت لما يكون عندي hypothyroidism، اذا ما في استيميوليشن للسنترال نيرف سيستم بيكون عند المريض كولد انتوليرانس مش متحمل البرد بيكون عنده أوب... اوبيزيتي بيكون عنده كونستيبيشن عكس الدياريا ديك... طب السبب ديكريز sympathetic اكتيفيتي بيكون عنده كورس فيتشر تمام ماكرو جلوس غلص... جلوساي لسانه ماكرو يعني اللسان بيكون غليظ ديب of the voice shortness of the breath and decrease exercise يعني بيكون ايش خمول وهنا decrease the cardiac output طبعا يا اخواننا لما كان الهايبر ثيروديزم يزود تكسير ويزود الميتابوليك ريت ويزود الاكتيفيتي والتكسير والمش عارف ايش فالهايبو بقلل التكسير تمام طيب فالهايبو بروموت ليبيد بروفايل انكريز فبيزيد الكوليسترول وبزيد اللو دنسيتي لايبو بروتين فبيزيد الليبيد على عكس الهايبر كان يكسر الليبيد شايفين كيف يا اخواننا هذه المراه شايفين كيف وجهها غليظ آه الوجه غليظ لو انت تطلع على الـ آه على الـ على الجلوساي بتلاقيه ثيك، تمام و لكن اطلع كيف صارت بعد العلاج هذا هو بعد العلاج تمام طبعا هي هنا كانت عندها هايبر ثيروديزم طيب لما كان الهايبر ثيروديزم يكسر فانه الهايبوثيروديزم راح يعمل اللي هو طبعا احنا تكلمنا الميكزيديما عباره عن هايبوثيروديزم راح يعمل لي اكيوموليشن لا للماتريكس وللجلايكوزا جلايكان وللهيالو يورونيك اسيد كل هذا راح يصير له اكيوموليشن في السكين في السبكوتينيوس تيسوز في الفيزيرة فشايفين يا اخواننا هذه المراه كانت عندها هايبوثيروديزم فشايفين كيف السكين والصب كوتيني كيف عندها جلايكوزا ماينو جلايكان أسيد والماتريكس سابستانت فلما أنا عالجت الهايبو ثيروديزم صارت كده صارت المرأة كده تمام فضعف الوجه شوية ضعف الوجه ضعف لأنه ضعف الأكيوموليشن تبع الجلايكوزا ماينو والماتريكس والهذا تمام وبيصير عندها يا اخواننا نون بيتنج ايديما <applause> إخواننا النون بيتنج ايديما من وراء الماتريكس من وراء الجلايكوزا ماينوجلايكان من وراء الهيالورونيك اسيد بيكون نون بيتنج ايديما ما هو يا اخوانا زي ما انتم عارفين البيتنج ايديما بتكون الإديمة عباره عن ميه لكن النون بيتنج ايديما زي هاي زي هادي النون بيتنج ايديما بتكون الايديما عباره عن ماتريكس عباره عن ماتريكس تمام عن ماتريك السبستانت طبعا يا اخوانا بيكون برودن للفيست برودن يعني توسع تمام وبيكون كورسينغ اوف ذا فيشيال فيتشر لو انت تطلع شايف يا اخوانا كيف الامراه هاي قبل العلاج كيف كان وجهها غليظ خشن خشن غليظ تمام اللي هو الكورسينج نتيجة ال يولينيك أسيد والغلايكوزا مينو وهذه الأمور enlargement of the tongue deepening of the voice ما هو يا أخوانا أنت قاعد يعني طبعا يا أخوانا deepening of the voice نتيجة الفوكال كورد والشغلات هذه ما انتم عارفين يا أخوانا اللارنكس اللارنكس قريب جدا جدا من الثايرويد جلاند فأي خلل في الثيرويد جلاند بيأثر على اللارنكس مع العلم اللارنكس إلها ريسبتورات للتي اس اتش فالشخص اللي بيكون عنده هاي بو ثيروديزم رح يأثر على اللارنكس تمام المهم اللابوراتوري إليفيشن حتلاقي الهاي ذا موست سنسيتيف التي اس اتش بيكون مرتفع التي اس اتش بيكون مرتفع والتي 3 والتي 4 بتكون منخفض لكن الموست سنسيتيف التي اس اتش عكس الهايبر ثيروديزم عكس الهايبر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الاوتو اميون ثيرويد ديسيز الاوتو اميون الاوتو اميون ثيرويد ديسيز بيعمل لي ثيرودايتس آه، اللي هو انتي بودي ميدييتد استراكشرال آه، ديستربانس انه بصير انا عندي انتاج انتي بودي هذا الانتي بودي بتروح على الثيرويد جلاند وممكن تدمر الثيرويد فوليكل او تاثر على الفانكشن تبع الثيرويد فوليكل ممكن يصاحبه انفلاميشن وممكن لا اذا نوت نيسيسري انه يصاحب الاوتو اوميون انفلاميشن زي ايش زي الجريفز زي الجريفز طب كيف ما كيف حناخده ان شاء الله بعدين مش مشكله حناخده بعدين لكن مع انه هنا بقول لي ثيرودايتست، آيتس يعني إنفلاميشن، لكن يا اخواننا خلص خلوا التسمية بس كده يعني هنا ممكن يصاحبه (Not necessary association with inflammation)، حناخدها لقدام إن شاء الله عز وجل، تمام. الثيرودايتست diverse group disorder some of the form of the thyroid inflammation. الآن الثيرودايتست اللي بتصاحبها ثايرويد inflammation) هي الهاشيموتو thyroiditis sub acute thyroiditis sub acute thyroiditis ريدل دايتيس إذن هدول يا اخواننا الثيروديتس اللي بتصاحبها انفلاميشن الثيروديتس اللي بصاحبها انفلاميشن تمام طيب اللي هو الهاشيموتو الثيروديتس اللي هي كرونيك Lymphocytic وفي انا عندي Sub اكيوت طلع الصب اكيوت جرانيولوميتاس ثيرودايتس او بسموها البين فول ثيرودايتس البين فول ثيرودايتس او يا اخواننا الصب اكيوت ليمفوسيتك ثيرودايتس البين ليس صب اكيوت ثيرودايتس وفي الحاجة الأخيرة الفايبرس ثيرودايتس الريدل ثيرودايتس الريدل يعني زي صخرة حجر قاسي بس يا اخوانا أنا بدي أوضح فكرة الأوتو أميون ثايرويد ديسيز ممكن تكون ثيرودايتست وممكن تكون جريفز حقيقة يا اخوانا الجريفز ديسيز بعتبرهوش ثيرودايتست أعيد الجريفز ديسيز شيء ثيرودايتست بعتبره أوتو أميون ديسوردر الاوتو اميون ديسوردر ممكن يصاحبه انفلاميشن زي الثيرودايتس والاوتو اميون ديسوردر ممكن ما يصاحبه انفلاميشن زي الجريفز ديسيز يا اخواننا بدي اعيد هذه النقطة بدي اعيدها الاوتو اميون ممكن يصاحبه انفلاميشن زي الثيرودايتس والثيرودايتس راح تعمل لي هايبو ثيروديزم هاي بوثيروديزم والاوتو اميون ممكن ما يصاحبه انفلاميشن زي الجريفز والجريفز كان يعمل هاي ثيروديزم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كرونيك يعني القضيه قضيه جراديول كرونيك، ليمفوسيتك يعني راح تلاقي ليمفوسيتك، دايتست ثايرودايتس راح تلاقي انفلاميشن وكمان ايش hypothyroidism اللي هو الهاشيموتو ديزيز الهاشيموتو ديزيز ذا موست كومون كوز هايبوثايروديزم في المناطق اللي فيها ايوداين ديفيشينس ايوداين ايو سفيشنت لانه المناطق اللي فيها ايوداين ديفيشينسي ذا موست كومون كوز للهايبوثايروديزم هو الايوداين ديفيشينسي في المناطق اللي فيها ديفيشينسي اما المناطق السفيشنت الموست كومون كوز للهايبو اللي هي هاشيموتو اخوانا الهاشيموتو عباره عن اوتو اوميون انه بيتكون انتي بودي بيروح بيعمل ديستراكشن للجران للجلاند هذا الديستراكشن بيعمل جراديوال ثايرويد فيلر تمام لما الجسم يصنع انتي لما الجسم يصنع انتي ويروح يهاجم سيلف انتيجين هذا بنسميه هايبر سنسيتيفيتي تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي تايب 2 تايب 2 انه الجسم بصنع انتي بودي وبروح بيهاجم السيلف انتيجين تمام فعشان كده في السيركيوليشن بتلاقي اوتو او اوتو او اوتو انتي بودي للثايرويد جلاند انتي ثايرويد تمام هتجيت الاميون ريسبونس بروجريسيف ديبليشن اوف ثايرويد ابيثيليال سيل اسوسيشن ويز ليمفوسيتك انفلتريشن اند فايبروسيز ايش قصده في هذا الكلام؟ قصده الاميون ريسبونس الانتي بادي هذه والتي ليمفوسايت هلقيت حنشوف الانتي بادي والتي ليمفوسايت شوي شوي بتعمل ديبليشن وديجراديشن للثيرويد ابيثيليال وبصير انفلتريشن بالليمفوسيتيك بتكون مليانه ليمفوسايت وكمان الخلايا اللي راحت بصير بدالها فايبروسز الخلايا اللي راحت بصير بدالها فايبروسز طبعا يا اخواننا كل امراض الثيرويد جلاند بيكون المي ال الفيميل ال 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 أكتر من الميل ما عدا قصه الكانسر ما عدا قصة الكانسر، تمام؟ إذا المي الفيميل أكتر من الميل ممكن 10 لواحد أو 20 ل أو من 10 ل 20 لواحد، يعني الفيميل نسبتها 10 ل 20 والميل نسبته واحد تمام؟ يعني مثلا بعض المناطق بتكون الفيميل 12، بعض المناطق 15، بعض المناطق 20 بس ايش بكون الميل؟ الميل لواحد يعني ممكن 12 لواحد، 15 لواحد، 20 لواحد، المهم من 10 ل 20 في ميل وواحد ميل تمام هلقيت الباثو جينيسيز انه يا اخواننا بتيجي السيتوتوكسيك تي لينفوسايت السي دي 8 بتروح تعمل كيلينج وديجراديشن للثيرويد ابيثيليال سيل بعد كده من بتيجي التي هي او السي دي 4 بتفرز كاين هذا كاين اللي هو الانترفيرون جاما الانترفيرون جاما بيروح وبعمل ريكروتمنت للماكروفيج واكتيفيشن للماكروفيج تروح تدمر كمان الفوليكل تروح تدمر ايش الفوليكل شايفين السي دي 4 التي البر بتروح تفرز الانترفيرون جاما يعمل لي اكتيفيشن للماكروفاج يروح يدمر برضه الابيثيليال اكتر واكتر الابيثيليال اكتر واكتر تمام هل جيتي في الماضي في الماضي كانوا يعتقدوا طبعا يا اخوانا بس قبل قبل لما انا جهاز المناعة يكون يهاجم خلايا الإنسان النورمال لكن هذا عبارة عن تي سيل بنسميها هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 ما انتم عارفين الهايبر سنسيتيفيتي تايب 4 تي سيل ميدييتد وديليد هايبر سنسيتيفيتي ديليد هايبر سنسيتيفيتي وهو عباره عن تي سيل ميدييتد فبعض ال بعض العلماء يعني العلماء بيعتبروا الهاشيموتو هايبر سنسيتيفيتي تايب 2 وتايب 4 تايب 4 لانه تي سيل ميدييتد تايب 2 لانه انتي بودي لكن قضيه الانتي عليها خلاف ايش اللي عليها خلاف انه زمان كانوا يعتبروا انه سبب الهاشيموتو سبب الهاشيموتو انه صار خلل في جهاز المناعه فكون انتي بودي هذه الانتي ممكن تكون ضد إنزيم ها هذا الانتي بادي ممكن تكون ضد الإنزيم أو ممكن تكون ضد الهرمون نفسه تمام أو ممكن تكون ضد الخلايا فسواء كانت ضد الإنزيم سواء كانت ضد الهرمون سواء كانت ضد الخلايا الخلايا يعني يعني إخواننا هلقيت بعض زمان كانوا يعتبروا انه الهاشيموتو سببه خلل في جهاز المناعه كون انتي هذا الانتي بادي ضد البيروكسيديز طبعا البيروكسيديز عباره عن انزيم موجود في الثيرويد فانت دمرت البيروكسيديز يعني دمرت صناعه التي ثلاثة والتي أربعة وطبعا راح يصير انا عندي انفلاميشن طيب او يكون الانتي بادي. انتي ثايروغلوبيولين انتي بادي يعني ضد التي 3 والتي 4 اللي بيكون موجود في الكولويد او يكون انتي بادي ضد خلايا الثيرويد ضد انتي مايكروزومال اللي بنسميها انتي بادي المهم هدول يعني بنسميهم انتي ثيرويد انتي بادي هدول لما ترتبط بيعملوا لي الهاشيموتو والكومبلمنت ميكانيزم برضو برضه ممكن يعمل لي الهاشيموتو عن طريق الثيرويد انجري لكن يا اخواننا حاليا ايش بيقولوا؟ بيقولوا العلماء والله احنا مش عارفين هل سبب الهاشيموتو تكون انتي بادي ضد الثيرويد او او انه الهاشيموتو هو خلى جهاز المناعة يكون انتي بادي ضد الثيرويد، ايش قصدهم في هذا الكلام؟ قصدهم هل انه السبب سبب الهاشيموتو انه اجى انتي بادي تكون انتي بادي ضد الثيرويد سواء ضد المايكروزومال انزيم او ضد الثايروغلوبيولين او ضد البيروكسيديز المهم اتكون انتي ضد الثيرويد دمر الثيرويد عمل انفلاميشن هذا الانفلاميشن عمل ريكروت مثل التي لينفوسايت عمل ريكروت مثل سايت توكسيك عمل ريكروت مثل التي عمل ريكروت مثل الماكروفيش فصار انفلاميشن وصار ديجراديشن و... و... وتحول الى فايبروسيس او انه سبب الهاشيموتو سايتوتوكسيك تي لينفوسايت وتيه البرسل فالتيه البرسل نفسها عملت اكتيفيشن للبي لينفوسايت انه تتحول الى بلازما سيل ويتكون انتيبادي فهل الانتيبادي اللي تكونت ضد الثيرويد هل هي سبب ام نتيجه؟ لغايه الان عندهم خلاف، هل هي سبب؟ كوز هل هي كوز ام نتيجة للثيرويد انجري طب ما انتوا عارفين يا اخواننا لما تيه البرسيل يصير لها اكتيفيشن اشي اكيد راح تحفز البي تتحول الى بلازما سيل والبلازما سيل تفرز انتي فالتيه البارسيل عملت هاشيموتو والهاشيموتو زود افراز الانتي بادي فهل الانتي بادي هو نتيجه ام سبب تمام The disease appear to have significant genetic component في أنا عندي إخوانا genetic component يعني في المونو زايغوت اتوينز 40% لو كان أحد التوائم مصاب بالهاشيموتو فإنه 40% أخوه التوأم له رح يكون مصاب رح يكون إيش؟ مصاب تمام؟ طيب أيضاً الهاشيموتو له دخل برضه في الجينيتيك كيف عرفوا؟ لاقوا لو كان الشخص مصاب بالهاشيموتو لو كان أحد الأشخاص مصاب بالهاشيموتو فإنه خمسين في المية من السيبلينغز يعني من إخوته خمسين في المية من إخوته راح يكون عندهم أنتي ثيرويد أنتي بادي لكن راح يكونوا أسيمتوماتيك أسيمتوماتيك تمام طيب طبعا طبعا والعلماء استفادوا من هذه النقطة عدة شغلات من الشغلات انه مش شرط كل شخص عنده انتي ثيرويد انتي بدي راح يتكون عنده هاشيموتو ليش؟ ما ممكن الانتي ثيرويد انتي بدي ما تقدرش تحفز التي والسايتو توكسيك تي لنفوسايت والماكروفيج انه يسوي انفلاميشن تمام؟ لكن قالوا الشخص اللي بيكون عنده هاشيموتو ف 50% من اخوته راح يكون عندهم اوتو انتي ضد الثيرويد جلاند لكن لكنهم راح يكونوا ايش اسيمتوماتيك انكريس سسبتابيلتي للهاشيموتو ثايرودايتس اس اسوشيشن مع البوليمورفيزم ان ذا اميون ريجوليشن جين يا اخواننا في انا عندي بوليمورفيزم في جين هذا الجين مسؤول على الاميون ريجوليشن ايش هو اسمه هذا الجين؟ CTLA4 ال CTLA4 هو عبارة عن جين ال -C -T -L -A 4 هو عبارة عن جين مسؤول انه يعمل لي ريجيوليشن للسايتو توكسيك تي ليمفوسايت يعني مسؤول انه يعمل ريجيوليشن يعني ما يخليش السايتو توكسيك تي ليمفوسايت تكون فيري اكتيف فبعض الاشخاص هجيت يا اخواننا آه بعض الاشخاص بيكون عندهم هذا الانزيم في له آه هذا الجين في له خلل يا اخواننا عارفين ايش بيسوي هذا الجين هذا الجين بيمنع انه التي لينفوسايت تكون فري اكتف بيمنع ما هو يا اخواننا التي بتكون اكتيف اوكي لكن لما تكون فري فري اكتيف طب ما هذا بروح بتدمر الجسم بتروح بتدمر الانسان فالسيتوتوكسيك تي لينفوسايت يا اخواننا السي تي ال اي 4 هذا الجين بمنع التي لينفوسايت تكون ايش؟ very very active. ففي انا عندي جينيتيك بوليمورفيزم بعض الاشخاص بيكون عندهم هذا الجين انهبيتد انهبيتد وبالتالي بيكون فيش عندهم ريجيوليشن للتي لينفوسايت فالتي لينفوسايت بتضلها ايش؟ active، بتضلها Active. فهذا الجين بيعمل نيجاتيف ريجوليشن للتي لنفوسايت اي بيعمل سبريشن للتي لنفوسايت يعني بيعمل ريجوليشن للتي لنفوسايت بس نيجاتيف يعني سبريشن تمام الجروس أبيرنت بتلاقي الثيرويد ديفيوز سيميتريكال انلارجمنت انتكت ثيرويد كبسول يعني في الهاشيموتو الكبسول بتكون سليمه الكبسول بتكون سليمه تمام طبعا بتكون بيل جراي تان فيرم كات سيرفيس اهم إشي بس هنا في الكبسول بتكون سليمه في الهاشيموتو تمام في المايكروسكوبيك بتلاقي مونو نيوك... مونو نيوكليار انفلاماتوري انفلتريشن ليمفوسايت بتلاقي الليمفوسايت والليمفوسايت بتروح بتجيب لي سيل الليمفوسايت بتعمل اكتيفيشن للبلازما سيل وبتكون في نهايه المطاف جيرمينال سنترال جيرمينال سنترال تمام الان الفوليكل اللي صار فيها مشاكل الفوليكل الخلايا الابيثيليال سيل اللي بتعمل لايننج للفوليكل بتتحول الى هيرثل سيل بتتحول الى هيرثل سيل هذه الهيرثل سيل طبعا يا اخواننا انتم عارفين الابيثيليال الابيثيليال سيل اللي كانت تعمل لايننج للفوليكل كانت عباره عن بيزوفيلك اعيد الابيثيليال سيل اللي كانت تعمل لايننج للفوليكل كانت عباره عن بيزوفيلك لانها كانت اكتف لانها كانت اكتف لكن في حالات الهاشيموتو في حالات الهاشيموتو فإنه هذه الخلايا بتتحول إلى إيوزينوفيلك إلى إيوزينوفيلك تمام؟ فبتتحول إلى أوكزيفيل أوكزيفيل يعني إيوزينوفيلك وهذه اللي بنسميها ميتا سيل بتتحول من نوع لآخر فالهير سيل هو تحول خلايا الخلايا اللي مبطنة للفوليكل من بيزوفيلك الى ايوزينوفيلك فبنسميها اوكسيفيل اوكسيفيل يعني يعني خلايا ايوزينوفيل خلايا ايوزينوفيل يا إخوانا الهير سيل هي خلايا اوكسيفيل هي خلايا ايوزينوفيل تمام هي ميتابلاستيك سيل تمام طيب الثيرويد بتتدمر وبيجي بدالها فايبروسيز فبصير انا عندي اكستنسيف fibrosis اكستنسيف ايش فايبروسيز اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الان The clinical feature لل disease painless and enlargement of the thyroid أهم شيء تقول لي painless يا أخوانا كله بيعمل enlargement للthyroid كله بيعمل لي تقريبا تقريبا كله بيعمل لي enlargement للthyroid الآن بتعمل لي هايبوثيروديزم لكن في بداية الأمر بتعمل لي ترانزيانت ثيروتوكسيتوسيز اللي بنسميها هاشي توكسيتوس هاشي توكسيكوسيز هاشي توكسيكوسيز الآن يا إخوانا ما هو أنتوا عارفين إنه التي ليمفوسايت والتي هيلبرسيل والسيتوتوكسيك تي والماكروفيج بتروح هدول يا إخوانا يعملوا لي دامج للثيرويد فوليكل فبيصير ريليز للتي 3 والتي 4 بشكل كبير يعني يعني المخازن اه كانه انفتحت كانه المخازن ايش انفتحت فبتكون ترانزيانت هاشي توكسيكوسيز لكن بعد كده بتصير ايش هايبو ثيروديزم طبعا البيشنت بيكون عنده برضه اذر اوتو اميون ديزيز ما هو يا اخواننا لما شخص يكون عنده اوتو اميون ديزيز لمرض معين حيكون عنده أذر أوتو أميون ديسيز لأنه حيكون عنده خلل في جهاز المناعة طبعا لما التي اتحفز البلازما سيل والبلازما سيل اتحفز التي بعد كده بصير تجمع عدد كبير من البي تجمع عدد كبير من البي سيل فبتعمل لي انكريز ريسك للبي سيل نون للبي سيل نون هوجيكن ليمفوما و اه وبتعمل انكريز risk للكابيلاري كارسينوما والهير سيل كارسينوما لكن في انا عندي اخوانا اخواننا كونتروفيرسال يعني جدل كبير جدا جدا بين العلماء قسم كبير جدا من العلماء بيقولوا الهاشيموتو بتزود الريسك للبابيلاري كارسينوما وللهيرثل سيل نيو لازم وقسم كبير من العلماء بتقول ما بيزودوا الريسك للبابيلاري كارسينوما والهيرثل سيل نيو طبعا يا إخواننا وين الخلاف الخلاف انه القسم اللي بقول لك اللي بيزود الريسك للبابيلاري كارسينوما اذا لازم تشيل الثيرويد اذا لازم تشيل الثيرويد اذا المريض اللي بيكون عنده هاشيموتو لازم تشيل الثيرويد عند العلماء اللي بيقولوا بتزود الريسك للكارسينوما تمام نيجي على الصب اكيوت جرانيولوميتس اللي هي اسم ثاني دي كيور الدي دي Cure Van Thyroiditis اللي هي Granulomatous اللي إلها اسم ثالث البين فول ثيرودايتيس طبعا هي ليست كومون ثاني الهاشيموتو مور كومون في الميدل ايج من 30 ل 50 سنه طبعا الفيميل أكتر من الميل هلقيت يا اخوانا هي مش 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 اوتو اميون ديسيز مش اوتو اميون ديسيز مش اوتو اميون ديسيز هلقيت ايش القصه؟ القصة انه بتجيك في ميل على العيادة طبعا ما هو المور كومن اصلا في ميل في ميل مور مور كومن بتجيك في ميل على العيادة عندها تضخم في الثيرويد وعندها وجع في النك وجع في النك وجع في الرقبة وعندها هايبو ثيروديزم التي اس اتش عالي التي اس عالي وبتقول لك يا دكتور انا قبل فتره كان عندي فايرال انفكشن يعني قبل فتره كنت مرشحه قبل فتره عندي انفلونزا قبل فتره عندي راني نوز قبل فتره عندي ابر respiratory اتراكت انفكشن هل جيتي هذا الفايرال انفكشن ممكن يروح على الثيرويد ويعمل لي انفكشن في الثيرويد ثايرودايتيس من نوع سب اكيوت جرانيولوميتس دي كويرفين granulomatous يعني جاينت سيل هلقيت حنشوفها ان شاء الله يعني في بيسموها جاينت سيل ثايرودايتيس او ممكن يا إنف او انفلاميشن معين برضه في في الثايرويد تعمل لي ثايرودايتيس the ماجورتي بيشنت الهيستوري ابر ريسبيراتوري اتراكت انفكشن قبل ما يصير عنده ايش ثايرودايتس قبل ما يصير عنده ثايرودايتس كان عنده ابر ريسبيراتوري اتراكت انفكشن طبعا هي تقريبا بعد 8 اسابيع بتروح اذا سيلف ليميتد سيلف ليميتد يعني بعد شهرين بعد شهرين تمام هل جيت الثيرويد الثايرويد جلاند بتكون فيرم انتك كبسول انتكت الكبسول ممكن تكون يوني lateral ممكن تكون باي bilateral طبعا احنا قلنا معظمه بيعمل لي enlargement 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 تمام بكون انا عندي disruption في الثيرويد فوليكل لما يصير انا عندي disruption في الثيرويد فوليكل فبصير الكولويد بطلع برا اعيد لما يصير انا عندي disruption في الثيرويد فوليكل بصير الكولويد بطلع لبرا ديستربشن للثيرويد فوليكل هذا الثيرويد فوليكل بصير الكولويد هذا بيطلع لبرا بيطلع في الانترستيشيال لما بيطلع لبرا بحفز الانفلاميشن بحفز الاكيوت انفلاميشن الاكيوت انفلاميشن يعني نيوتروفيل الاكيوت انفلاميشن يعني نيوتروفيل النيوتروفيل بتروح بتدمر الثيرويد فوليكل النيوتروفيل بتدمر الثيرويد فوليكل هل لما تدمر لي الثيرويد فوليكل الاكيوت انفلاميشن بتحول الى كرونيك كرونيك انفلاميشن الكرونيك انفلاميشن يعني ماكروفيج فالماكروفيج بتروح تعمل لي انجلفمنت للخلايا اللي اتدمرت انجلفمنت للدبري انجلفمنت للكولويد انجلفمنت للكولويد فبتلاقي الماكروفيج مليان كولويد يعني بتلاقي الماكروفاج مليان كولويد فبتعمل لي جرانيولوميتس انفلاميشن اذا بصير انا عندي جرانيولوميتس من وراء الماكروفاج هيو أيوة يا اخوان جرانيولوميتس ثايرويدايتيس او بسموها يا اخواننا جاينت سيل ثايرويدايتيس لانه الماكروفاج بتكبر الماكروفاج بتكبر طبعا هي اكيوت اونست ايش بكون عند المريضه فيفر ماليجيا بين في النك طبعا يا اخواننا في من وراء الانفكشن لانها عندها فايرال انفكشن بين فول في الثيرويد طبعا اليفيتد في اللوكوسايت لانه فايرال ما هو الفايرال بيعمل لي elevated في اللوكوسايت والاي اس ار بيكون اليفيتد من وراء الانفلاميشن ما هو الانفلاميشن بيزود الاي اس ار تمام ترانزنت ثايروتوكسيكوسيس نتيجه الثايرويدايتس الثايرويدايتس بعد كده بتصير ترانزنت هايبوثايروديزم نتيجه الجلاند ديستراكشن جلاند ديستراكشن لكن بعد شهرين الجلاند ديستراكشن بيجي بدالها جلاند جديده فبيصير بعد كده ايوثيرويد يوتيرويد لانها سيلف ليميتد ايوتيرويد اذا اول شيء ثايرو بعد كده هايبوثايروديزم بعد كده ايوثيرويد تمام آه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نيجي على الصب اكيوت ليمفوسيتيك ثيرو دايتس يعني كل القضيه يا اخوانا إنه بتيجي الليمفوسايت على الثيرويد فوليكل بما إنه ليمفوسيتك وهي بين ليس ثيرودايتس بعض الدراسات بتقول هي بتكون مقدمة للهشيموتو يعني هي مرحلة ما قبل الهاشيموتو لكن جزء بسيط جدا جدا من السب أكيوت ليمفوسيتك ثيرودايتس بتعطيني هشيموتو جزء بسيط جدا تمام يعني المريض قبل ما يصير عنده هاشيموتو يعني انا مريض بده يصير عنده هاشيموتو تمام فقبل ما يصير عند المريض هاشيموتو بيصير عنده اللي هو صب اكيوت ليمفوسيتك ثايرودايتس هذا بعض الكلام لكن يا اخواننا في الغالب الصب اكيوت ليمفوسيتك ثايرودايتس في الغالب بتصيب لبريجنانسي بتصيب ايش لبريجنانسي بوست بارترام بسموها البوست بارترام بارتم ثيرودايتس لما يقول لك بوست بارتم ثيرودايتس الصب اكيوت ليمفوسيتك ثيرودايتس لما يقول لك بعد فيرال انفكشن الجاين سين جرانيولوميتا ثيرودايتس الصب اكيوت ليمفوسيتك ثيرودايتس بتشبه الهاشيموتو انه هي يا اخواننا اوتو اوميون انه هي يا اخواننا اوتو اوميون فبتلاقي اوتو انتي بادي لا انتي ثيرويد انتي بادي في في معظم البيشنت في معظم البيشنت طبعا هي بتصيب الومن بتصيب الومن في الميدل ايج تبع الومن ليش ما حط الميل ليش ما حط الميل لانه اي 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 شو الميل ليش ما حط المن ليش ما قال لي بتصيب المن الرجال لانه يا اخواننا هي بتصيب البريجننسي في الغالب في الغالب بتصيب البريجننسي فهي بتعمل لي بوست بارت بارتم ثيرودايتس هجيت ايش بيصير بيصير انه ثيرودايتس يعني اوتو اميون يعني بتيجي الليمفوسايت الليمفوسايت على الفوليكل وبتعمل لي شويه 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 ديستراكشن للفوليكيولار سيل فمخزون التي 3 والتي والتي 4 بيطلعوا على البلد فبيصير ترانزيانت ثيروتوكسيكوسيز ترانزينت ثايروتوكسيتوس ثايروتوكسيك لكن هذا الترانزينت ثايروتوكسيك خلال شهرين ثلاثه بيرجع للنورمال ايو ثيرويد ايو ثايرويد طبعا بينلس طبعا بيكون انلارجمنت انلارجمنت en في الثيرويد يعني في بيكون انا عندي ماس في النك ماس في النك ما هو الثيرويد موجود في النك لكنها بينلس تمام ماينوريتي minority من الحالات ممكن يصير الها progression للhypothyroidism تمام؟ طيب هلقيتي بيكون enlargement في الثيرويد لكنها mild وسيمتريكال يعني كل الثيرويد بصير الها enlargement لكنها يا اخوانا mild يعني يعني sub acute lymphocytic thyroiditis ما بتخوف ما بتخوف ما بتخوف هي بصير انا عندي lymphocyte infiltration فبتعمل لي جيرمينال سنترال هايبر بلاستيك بتعمل لي ايش جيرمينال سنترال لكن هذا من سنترال ما بيعمل لي فوليكولار اتروفي بشكل واضح ما بيعمل لي بشكل واضح ما في له هيرثل سيل طبعا هذول كلهم نشوفهم هن وين في الهاشيموتو وهي الاختلاف بين الهاشيموتو والصب اكيوت لمفوسيتك التنتين اوتو أميون والتنتين بتلاقي اوتو انتي بادي ضد الثيرويد انتي ثيرويد اوتو انتي بادي التنتين لكن ايش الفرق الهاشيموتو بيكون عندها الهير سيل عارفين كيف بدك تحفظها الاتش هير مع الهاشيموتو مع الاتش فيا اخواننا الاتش مع الاتش الاتش مع الاتش ايش قلنا الهير سيل هو ميتابلاستيك للخلايا بتصير ايوزينو فيليك سايتوبلازم بتصير اوكسيفيل تمام طيب وبصير فايبروسيز وفوليكولار اتروفي هذا في الهاشيموتو لكن يا اخواننا في الصب اكيوت ليمفوسيتيك دايتس شويه انفلاميشن ديستراكشن للثايرويد سيل ما اه فبصير شويه ثايروتوكسيكوسيز لكن مش خطيره مش خطيره تمام طبعا بعد ما يصير ثايروتوكسيتو طبعا هي بتكون إترانزياً ثايرو ثيروتوكسيطو... توكسيكوسيز بعد كده بتصير هايبو ثايروديزم بعد اشهر بترجع للنورمال ايو ثايرويد ايو ثايرويد تمام نيجي على الريديال او الريدل ثايرودايتس الريدل ثايرودايتس سيفير 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 فايبروسيز 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 تمام وهي إلها اي 4 related disease اي 4 طبعا يا اخواننا الاي جي 4 related disease هي عباره عن سيستميك سيندروم بيكون عندي كرونيك بانكرياتايتس وممكن يكون انا عندي كرونيك thyroiditis من نوع ريدل ثيروديتس، وممكن يكون انا عندي برضه مشاكل في البريست برضه عباره عن اي G4 -G, g 4 related disease. The IgG4 related disease إنه البلازما سيل حوالين الثيرويد بت بتكون مل بتصنع IgG4. IgG4 تمام. Extensive fibrosis. Extensive fibrosis في الثيرويد وكمان حوالين الثيرويد حوالين الثيرويد حوالين الثيرويد وهذا اللي بيميز الفايبروسيز الهاشيموتو عن الفايبروسس تبع الريدل فايبروسس الهاشيموتو بتكون فقط للثيرويد فبتلاقي الكبسول تبعت الثيرويد سليمه لكن الفايبروسس تبعت الريدل بتلاقي الفايبروسس بتخترق الكبسول وبتروح الفايبروسس على حوالين الثيرويد كمان فبتلاقي الكبسول تبعت الريدل ثيرودايتس مش انتك مش سليمة طبعا بتكون يا اخوانا الثيرويد هارد وفيكس ثيرويد ماس هارد وفيكس يعني من ورا الفايبروسز من ورا الفايبروسز وبتلاقي برضه فايبروسز في الريترو تخيل يعني هذا الشخص بيكون عنده فايبروسز في الثيرويد وحوالين الثيرويد وبيكون عنده فيبروسيس في الريترو لانه الاي جي جي 4 ريليتد ديزيز بتكون في البنكرياس برضه بتكون في البنكرياس وبتعمل لي كرونيك بنكرياتايتس فيبروسيس في البنكرياس وانتم عارفين البنكرياس ريترو بريتونيال. البنكرياس ريترو بريتونيال في ثلث الحالات بصير انا عندي هايبوثايرويد في ثلث الحالات بصير انا عندي هايبوثايرويد تمام يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إن شاء الله عز وجل بدنا نكمل محاضرات الاندوكراين ثيرويد باثولوجي لجريفز ديسيد لجريفز ديسيز في عالم في 1800 وخمسة 1835 اسمه روبرت جريفز روبرت جريفز انه اكتشف انه صار يلاحظ انه بتجيله في ميل بيكون عندها بالبيتيشن وتاكي كارديا مع enlargement thyroid gland فربط إنه اه إنه 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 اه بتيجي في ميل enlargement للthyroid gland وعندها بالبيتيشن فربط إنه في علاقة لازم يكون في علاقة في الthyroid gland والبالبيتيشن والتاكي كارديا بعد فترة سمية بالجرايفز ديزيز اخوانا اخواننا ليش احنا قلنا فيميل فيميل اخواننا معظم امراض الثيرويد عباره عن انه الفيميل اكثر بكثير من الميل ما عدا الكانسر هل جيت في قضيه الكانسر برضو الفيميل ها في قضيه الكانسر برضو معظم امراض الفيميل في الكانسر اوف دي ثيرويد اكثر من الميل الكانسر اللي بيكون موجود برضو في الثيرويد فانه الفيميل اكتر من الميل، لكن بعض انواع الكانسر لو اجت على الميل بتكون خطيرة. بعض انواع الكانسر لو اجت على الميل بتكون خطيرة، مع العلم انه الكانسر في الفيميل أكتر من الكانسر في الفي في في الميل لكن مش مش زي النسب الأمراض الثانية اللي بتكون موجودة في الثيرويد، بتكون الفيميل أكتر بكثير من الميل. نيجي على الجريفز ديزيز عبارة عن أوتو أنتي بادي ميدييتد ديسوردر إز ذا موست إز ذا موست كوز اللي بيعمل لي إندوجينيوس هايبر إذا أشهر سبب للهايبر هو هو الجريفز disease طبعا إحنا بنقول في الما في... الجريفز ديسيز أشهر لل... لل... للهايبر ثيروديزم طبعا البيك ان... انسيدنس من 20 ل 40 سنه الفيميل أكتر من الميل سبعة لواحد. ال characteristic thyrotoxitosis بيعمل لي ديفيوز enlargement هايبر functional للثيرويد جلاند في 100 من الأشخاص في 100 من الأشخاص. ال Graves بيعمل لي infiltrative of في أربعين في من الأشخاص. أكيد حنشوفها هذه. وفي انا عند نسبة قليلة من الاشخاص بيكون عنده بري تيبيال ميكزيديميا لوكالايز انفلتريتف ديرماثو باثي ان ماي ناريتي كيسز حنشوف ان شاء الله هدول الحالتين الان الجريفز Disease عبارة عن جينيتك Susceptibility في انا عندي جينيتك فاكتور امبورتنت للجريفز Disease هيد ايش بقولوا بقولوا 60% من المونوزايجوت توينز بتكون الهاي ريسك ايش قصده في هذا الكلام قصده لو كان انا عندي محمد واحمد توائم لو كان محمد اصيب بالجريفز ديسيز فانه 60% انه احمد سيصاب بالجريفز ديسيز احتمال احمد ان يصاب 60% لانهم مونوزايجوت فلما نقول 60% يعني الجينات عامل اساسي قوي لكن لما نقول 60% يعني في انا عندي احتمال 40% أحمد لن لن يصاب لن يصاب فعشان كده بيقولوا الجينات عامل قوي وعامل أساسي لكن مش هو وحده اللي له دخل في الجريفز ديسيز ما علينا كتير طبعا أنا في عندي جينيتك بوليمورفيزم في الأتش ال اي دي ار 3 جينيتك بوليمورفيزم في ال اتش ال اي دي ار 3 وفي انا عندي جينيتك بوليمورفيزم في الجين السي تي ال -C -T -L -A 4 يا اخوانا احنا اخذنا السي تي ال -C -T -L -A 4 ممكن يكون في الهاشيموتو والسي تي 4 ممكن يكون في الجريفز ممكن يكون ايش في الجريفز هي يعني تو اخذناه في الجريفز الان في انا عندي اخوانا برضه بروتين اسمه بروتين تايروزين بروتين تايروزين فصفاتيز نون ريسبتور تايب 22 اعيد ايش اسمه ابروتين بس حط هنا ابروتين وخلص بصير ابروتين تايروزين فصفاتيز نون ريسبتور تايب 22 تايب 22 وعشرين آه فنون هذه يعني نون ريسبتور هاجيت هذا يا اخواننا هذا البروتين له دخل في الكنترول تبعت الاكتيفيتي تبعت الميون سيل اللي هي التي يا اخوانا زي ما احنا اخذنا زمان السي تي ال اي 4 بتحكم في التي بتحكم في الاكتيفيتي تبعت التي وبرضو وبرضه يا اخوانا البي تي البي تي بي ان 22 بتحكم في الاكتيفيتي تبعت التي ليمفوسايت فيا اخوانا بعض الاشخاص في عندهم جينيتك بوليمورفيزم في هذا الجين وفي هذا الجين فبتلاقي الاكتيفيتي تبعت البي التي ليمفوسايت التي ليمفوسايت ان فبيعمل لي الجريفز ديسيز هجيت يا اخوانا حنشوف ايش دخل التي اعيد البروتين تايروزين فوسفاتيز نون ريسبتور تايب 22 والسي تي ال اي 4 وهدول الاثنين بيتحكموا في التي ليمفوسايت فلما يكون انا عندي بوليمورفيزم في هدول الاثنين اذا التحكم في التي مش حيكون اكوريت وبالتالي إيه حيصير انا عندي الجريفز ديزيز هلقيت حنشوف ايش قصدنا في هذا الكلام تمام هلقيت يا اخوانا باختصار ايش هو الجريفز ديسيز شو هو الجريفز ديزيز انه بيتكون انتي بودي نوعه اي جي جي انه بيتكون اي جي جي انتي بودي بيكون اجينست التي اس اتش ريسبتور فايش بسموه اي جي جي اميونو جلوبيولين اميونو جلوبيولين. يا اخوانا ما انتم عارفين اميونو جلوبيولين يعني انتي بادي. يعني اميونو جلوبيولين جي ما بنسميها اميونو جلوبيولين جي يعني انتي بودي جي بيكون اجينست الريسبتور تبع التي اس اتش فبيعمل بيعمل ستيموليشن للريسبتور ف فبتكون انا عندي اوتو انتي لل للتي اس ريسبتور اول نوع ثايرويد استيميوليشن اميونوجلوبيولين واحنا قلنا اميونوجلوبيولين يعني اي جي جي يعني هو اصلا نوعه انتي بودي اي جي جي بيرتبط في التي اس اتش ريسبتور وبيعمل مينيميك او ميميك 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 اكشن للتي اس اتش يعني بيعمل اكتيفيشن للتي اس اتش ريسبتور 100% من الاشخاص اللي عندهم جريفز ديزيز جريفز ديزيز بيكون عندهم التي اس اي ثايرويد ستيميوليتد ايجلوبيولين وفي انا عندي ثيرويد جرث ستيموليتد ايجلوبيولين يعني في انا عندي اوتو انتي بودي او ايجلوبيولين بيروح بيعمل لي ستيميوليشن للجرث يعني هان كان يعمل لي ستيميوريشن للسينثيسز للسينثيسز التي 3 والتي 4 ستيميوريشن للسينثيسز هنا يا اخوانا استيميوليشن للجروث تبعت الفوليكل فبتلاقي في الجريفز ديسيز الفوليكل إلارجمنت وكل الفوليكل ديفيوز إلارجمنت لانه لما انت بدك تعمل جروث بتعمل جروث لكل لكل الثيرويد فبيصير دايركت اجينست التي اس ات التي اس اتش ريسبتور فبيعمل بروليفريشن للثيرويد فوليكل وبيكون ديفيوز على كل الثيرويد لانه كل الثيرويد فوليك عندها يا اخواننا الريسبتورات فانت لما بدك تعمل اكتيفيشن للريسبتور حتعمل اكتيفيشن لكل الثيرويد وفي انا عندي ركزوا بهذه المعلومه في انا عندي اميونو يعني انتي بودي ما هو اميونو اميونوجلوبيولين يعني انتي بودي بس بيكون إنهبيتور للتي اس اتش ريسبتور للتي اس اتش ريسبتور للتي اس اتش ريسبتور فبيجي هذا الانتي بودي برتبط في الريسبتور وبمنع ارتباط التي اس اتش يعني هذا الانتيبادي بمنع ارتباط التي اس اتش في الريسبتور تبعه وهذا الانتيبادي بيعمل انهيبيشن للريسبتور وليس استيميوليشن للريسبتور وبالتالي عشان كده هذا بفسر انه بعض الاشخاص اللي بيكون عندهم جريفز ديسيز بمروا بفتره بيكون عندهم هايبو بمروا بمر بفتره بكون عندهم هايبو ثيروديزم. ليش لانه مش كل الاوتو انتي بدي اللي بيفرزها الجسم بتعمل اكتيفيشن للريسبتور بعض الاوتو انتي بادي بتعمل انهيبيشن للريسبتور وبتمنع ارتباط التي اس اتش على الريسبتور فبرضه بزيد الانهيبيشن فبيكون عندهم بمر بفتره هايبو ثايرويديزم جيت هنا ايش بقول لي إنه إنت إكزيستنس يعني تلاقي مع بعض تلاقي مع بعض على نفس البيشنت على نفس المريض في نفس الوقت تلاقي مع بعض ال stimulated immunoglobulin والinhibited immunoglobulin تلاقيهم في نفس الوقت على نفس السيرم على نفس المريض it's not unusual يا إخوانا not unusual معناتها usual usual يعني ايش اشي عادي يعني اخوانا اشي عادي اشي عادي تلاقي الاستيميوليتد والانهيبيتد اميونوجلوبيولين على نفس المريض في نفس السيرم اشي عادي وهذا اللي بفسر ليش بعض الاشخاص بتمر في فترة هايبو ثيروديزم <تصفيق> <تصفيق> تمام الان هل جيتي الجروس ابييرانس هل جيتي بيكون انا عندي ديفيوز انلارجمنت في الثيرويد لكن اهم شيء تقولي الكبسول بتكون انتكت الكبسول بتكون انتكت انتك كبسول في انا عندي ديفيوز هايبر هايبروتروفي وهايبر بليجيا للثيرويد ابيثيليال سيل ذات ابير عجيتي عجيت لما انت تضلك تعمل اكتيفيشن للثيرويد انه 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 يصير الها يعني هايبروتروفي 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 يعني انت بدك تضلك تعمل اكتيفيشن للثيرويد انه تكبر اكتيفيشن للثيرويد انه تكبر تخيل لو كانت الفوليكل كده فتخيل لما هذه الفوليكل بدها تكبر وتصير كده مثلا فبتلاقي خلايا الابيثيليال سيل بتطول بتمط بتطول فبتلاقي خلايا الابيثيليال سيل بتصير تول بتطول وبالتالي كولمنر وبالتالي كراودد يعني انت لما بدك تعمل هايبروتروفي وهاي بليجيا للثيرويد فوليكل بتروح بتكبر الثيرويد فوليكل وبتكتر خلايا الابيثيليال بتضلك تعمل هايبروتروفي وهاي بليجيا لخلايا الابيثيليال فخلايا الابيثيليال بتكون كراودد يعني بتكون مزدحمة يعني بتكون مكتظة وخلايا الابيثيليال بتكون كولمنر وليس كيوبويدل ولي... إنما الأصل كيوبويدل الأصل كيوبويدل لكن لما انت بدك تعمل لي هايبر بلازيا هاي بتتحول الى كولمنر فهذه الكولمنر كانها بتطول كانها بتطول يعني خلايا الابيثيليال كانها قاعده بتطول كانها قاعده بتعمل لي كولامنر, كانها قاعده بتعمل لي ايش كولمنر فبيصير انا عندي كانه سمول بابيلاري بروجكشن انتو ذا يومن لكن هذا البابيلاري اه عبارة عن خلايا كولمنر مش بابيلاري اللي احنا بنعرفها البابيلاري اللي احنا بنعرفها بتكون في اليوم تبعها فايبرو فاسكولار كول كور لكن هذه يا اخواننا البابيلاري مش بابيلاري اصلية تمام عشان كده بتكون ليك للفايبرو فاسكولار كول يا اخواننا البابيلاري بروجيكشن اللي احنا بنعرفها بيكون هاي البابيلاري وبيكون في النص فايبرو فاسكولار كول يعني بيكون انا عندي بلاد فيزل في النص وبيكون انا عندي كونكتيف تيشوز في النص لكن هذه البابيلاري اللي تكونت عباره عن ابيثيليال انمطت فكانها سمول بابيلاري بروجكشن كانها ما في انا عندي في النص زي اركان البابلري اللي احنا بنعرفها هذا عباره عن خليه ابيثيليال فقط انمطت وخلص طبعا الكولويد بتاكل منه جزء شويه فلما يتاكل طبعا الكولويد بيصير بيل يعني بقل وبتاكل منه فبيصير سكالوب مارجن ايش يعني سكالوب مارجن هجيت لما هجيت حنشوفها ان شاء الله هيو هذا يا اخواننا الابيض هذا هذا كله هذا الابيض عباره عن اسكالوب مارجن هذا كله الابيض يا اخواننا اسكالوب مارجن يا اخوانا ايش هو الاسكالو علقت يا اخواننا يا اخواننا انتوا عارفين هذه ثايرويد فوليكل تمام الثايرويد فوليكل لو انت تطلع على خلايا الابيثيليال صارت صارت كولمنر شايفين خلايا الابيثيليال صارت كولمنر خلايا الابيثيليال شايفين صارت كولمنر هرجيتي اطلع على هذا هو الكولويد صح هذا هو ايش الكولويد اتطلع على الكولويد جزء من الكولويد اختفى اللي هو هذا الجزء هذا كله الجزء من الكولويد اختفى اللي هو البلون الابيض هذا كله جزء من الكولويد اختفى فجزء من الكولويد يا اخوانا بيختفي نتيجه الهايبروتروفي والهايبر ابليجيا لانه الثيرويد فوليكل ما بدها يا اخواننا تخزن ال تي 3 وال تي 4 الثيرويد فوليكل بدها تصنع وترمي على البلاد بدها تصنع وترمي على البلاد فيا إخوانا المارجن اللي بيكون اللي بيفصل الكولويد عن خلايا الابيثيليال يعني خلايا الفولوكيولار ابيثيليال المارجن هذا هذا يا اخواننا بنسميه سكالوبد مارجن سكالوبد هاي كل هذا الابيض عباره عن سكالوبد مارجن هذا كله يا اخواننا إسكالوب مارجن هذا الابيض كله سكالوب هذا الابيض كله سكالوب مارجن تمام احنا قلنا يا اخواننا قبل شويه احنا قلنا من الجينات اللي بتكون فيها خلل في شخص لجريفز ديزيز اخذنا جينين اتس فيري امبورتنت اللي هو سي تي A4 واللي هو الـ 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 البروتين تايروزين فوسفاتيز نون ريسبتور تايب 22 هدول الجينين مسؤولين على الكنترول تبع التي لنفوسايت فلما يكون فيهم خلل حيكون انا عندي خلل في التي لنفوسايت عشان كده في الجريفز ديسيز بتلاقي ابري 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 دومينانت تي لنفوسايت ابري دومينانت تي لنفوسايت ابري دومينانت تي لنفوسايت وممكن تلاقي لك شويه بي شوية بي وراح يعطيني جيرمينال سنترال جيرمينال سنترال طب واحد قال لي مش احنا قلنا الجريفز ديسيز عبارة عن اوتو انتي بادي بقول له يا اخواننا الانتي بادي بيكون على الريسبتور وليس على الفولكل من جوا اعيد مش احنا قلنا الجريفز ديسيز عبارة عن اوتو انتي بادي بيروح بهاجم مين؟ الرسيبتور. بيهاجم مين الريسبتور بيهاجم يا إخوانا الريسبتور الريسبتور يعني الخليه من بره تمام والانتي بودي هذا يا اخواننا ما في داعي يستدعي البي ما في داعي يستدعي البي انت عشان بدك تعمل لي تيجي تعمل لي انفلتريشن للبي إلها لها شروط خاصه تمام وبالتالي انا لما بتكون عندي جيل من السنترال بيكون معظمه تي لينفوسايت وشويه بي وشويه بلازما سيل طبعا البي سيل بتتحول الى بلازما سيل شايفين يا اخوانا الجيرمينال سنترال شايفين الجيرمينال سنترال طيب في انا عندي اكسترا ثايرويد اتشينج في الجريفز ديسيد في الجريفز ديسيد بيكون عنده اكسترا ثايرويد اتشينج بيكون انا عندي زي ما صار في الثايرويد جلاند انه اجت التي لنفوسايت والتي لنفوسايت وكذا حيصير نفسه وين في, في العين في العين ايش حيصير انا في العين infiltrative في الاوفثالمو في الاوفثالمو باثي with ابروبتوسيس العين راح تطلع لبرا طب ليش؟ ما هو ليش العين بدها تطلع لبرا؟ حقيقة بنشوف. ايديميتاس تيشوز ديو تو بريزنس اوف ميوكو بولي ان اديشن تو بريزنس انفلتريشن باي ليمفوسايت موستلي تي ليمفوسايت اند فيبروسيس ايش قصده في هذا الكلام؟ نقول الان يا اخواننا بتروح التي لنفوسايت اللي هاجمت الثيرويد جلاند وعملت لي ديستراكشن او عملت لي جيرمينال سنترال جيرمينال سنترال ليش اقول ديستراكشن بدي اقول جيرمينال سنترال اللي عملت جيرمينال سنترال في الثيرويد جلاند هي نفسها التي لنفوسايت بتروح يا إخوانا على العين من جوا على الاوربت من جوا بس في الاوربت بتعمل لي انفلاميشن هذا بيعمل لي ديستراكشن للخلايا ولما يصير ديستراكشن للخلايا بصير انا عندي فايبروسيز لما يصير انا عندي فايبروسيز بدي اعمل برضه بدي اعمل ديبوزيشن ل لا ديبوزيشن لا الليمفوسايت انفلتريشن ديبوزيشن لا الجلايكوزا جلايكان يعني بس والميوكو بولي ساكرايد فبيضلوا يعمل ديبوزيشن لجلايكوزا امينو جلايكان والميوكو ساكرايد بضلوا اعمل ديبوزيشن اعمل ديبوزيشن فبتلاقي يا اخوان واديما طبعا فبتلاقي العين من جوا يعني يعني لو هذه العين فهنا يا اخوانا من جوا بتيجي التي لنفوسايد بتروح بتهاجم العين من جوا العين من من الداخل من جوا فبتضلها تعمل ديبوزيشن لا لميوكوبوليسكرايد ولا وبصير انا عندي ايديما وفلويد والميوكوبوليسكرايد والجلايكوزا جلايكان فهنا يا اخواننا بصير اشي نافخ لما يصير اشي نافخ بدفع بدفع العين لبرا بدفع العين لبرا بدفع العين لبرا فبيصير عند الشخص جحود انه عينه بتطلع لبرا فبيصير عند الشخص ابر... اه... اه... يعني يعني عينه بتطلع لبرا زي الجحود الجحود طيب نفس القضية بتصير يا اخوانا انفلتريتف درماثوباتي بيري تيبيال ميكزيديما ايش يعني بيري تيبيال ميكزيديما يعني لتشان اوف ذا تيبيا the أوف of the بتكون thickening في طبقة الديرمس لأنه ديبوزيشن اللي الجلايكوزا جلايكان والتي لمفوسايت انفلتريشن موجودة صورة طبعا يا اخوانا هاي الجريفز هاي يا اخوانا شايفين كيف جحوض العين بروتروتينج يعني العين بارزة لبرا بروتروتينج عارفين يا اخوانا كيف بدكم تعرفوا انه هذا جحوض العينين ولا لا انه شايفين يا اخوانا انت بتقدر تشوف بياض العين انت بتقدر تشوف بياض العين لما انت تقدر تشوف بياض العين بتعرف انه العين طال على برة ليش نتيجة الاديمة اللي موجودة جوا دفعتها لبرا طب من وين اجت للاديمة التيل انفوسايت راحت على على العين وعملت فايبروسيس واديمه وكمان في نظريات بتقول الانتي نفسها اللي هاجمت الثيرويد ريسبتور بتروح بتهاجم ريسبتورات في العين الانتي بودي نفسها بتروح تهاجم لي ريسبتورات في العين طبعا يا اخوانا في كمان صور شايفين يا اخوانا لتشان اوف دي تيبيا بتلاقي السكين ثيك نتيجه ايش نتيجه ال نتيجه ال ماينو ديبوزيشن والليمفوسايت انفلتريشن يا اخوانا في الغالب انا لما بعمل علاج بعمل علاج للثيرويد والهايبر والهايبرثيروديزم, والهايبرثيروديزم فما بعمل علاج لل للعين فبتلاقي بروجريشن او لا لل للعين للاكزوفثالماس للاكزوفثالماس والاوفثالموباثي على الرغم من العلاج وهو يا اخواننا بيصير بضلوا يا اخواننا الاوفثال مباثي بتضلها بروجريشن وبتضلها بيرزيستنت على الرغم انه المريض قاعد بياخد علاج ليش لانه انت عشان تعالج الاكزوفثالماس علاج مختلف كليا عن علاج الثيرويد عن علاج الثيرويد والهايبر بدها جراحة يعني الاكزوفثالماس بدها عملية تجميل بدها تشفط بدك تشفط الاديميتاس اللي صارت آه بدك شغل الباتوكس يعني شغل معقد وبدك تعطي ستيرويد كورتيكويد شغل معقد شوي يعني المهم بس اهم اشي بدك تقول لي انه حتى لو المريض بياخد علاجات تبع الثيرويد راح يضله العين بيرزيستنت لانه هاد بيختلف عن هاد تمام هل جيت السيمتوم اوف ثايرو الكلينيكال بيكتشر اسوسيشن للجريفز يونيك للجريفز يونيك للجريفز ديفيوز هايبر بليجيا للثيرويد وفثان مباثي الاكزوفثالماس هو جحوض العينين والديرماثوباتي تبعت يا اخواننا البيري تيبيا انه في التيبيا التشن تبعت التيبيا التشن آه تبعت التيبيا بيكون فيها انا عندي يا اخواننا الجلد سميك ثيكنينج بيكون في عنده جلايكوزا هيالو يورينيك اسيد وليمفوسايت انفلتريشن طبعا اخواننا الثيرويد لانها بتكبر الثيرويد لانها بتكبر فالبلاد فيزل تبعتها بتزيد فبتصير الثيرويد مليان مليان بلاد فيزل حتى لما انت بدك تحط السماعه على الثيرويد بتلاقي حركه الدم حركه الدم اوديبل بروت اوديبل بروت بروت زي خروشه بروت زي خروشه فبتلاقي جريان الدم اول ما تحط السماعه على الثايرويد تبعت المريض يعطيكم العافيه جميعا يا اخواننا بضل شوية, شويه شويه شغلات عن الجويتر يعني مالتي يعني شويه شغلات ان شاء الله سهله وبسيطه ان شاء الله في المحاضره الثانيه بدي ابدا في التيومر يعطيكم العافيه جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته